اولا زي ما قلت لكم برحب بيكم وسعيد بوجودي معاكم وسعيد بكل الناس اللي بتسمعني من كل ارجاء الوطن العربي. انا شفت الناس مسجله من كل الدول تقريبا ما شاء الله. باذن الله يكون الكورس ده اضافه ليكم ويكون فيه يعني كل واحد يقدر يحقق مبتغاه ويكون علمي منتفع بيه ليكم وليا باذن الله. طيب نبتدي مع بعض كده. الاول حابب اعرف نفسي، انا احمد فهمي خريج كليه هندسه الكترونيه جامعه المنوفيه، وزي ما انتم شايفين خريج 2002 واخدت كورسز في مجال السيستم ادمنستريشن والاي تي، وعلى المستوى الاكاديمي على المستوى الدراسي معايا ام بي اي من الاكاديميه البحريه وسيرتيفايد بي ام بي 2015. تمام. على المستوى المهني والوظيفي اول بدات اشتغلت سيلز انجينير وبعدين كنت سيستم ادمنستريتور. كنت اول بدات سيلز انجينير وبعدين بقيت سيستم ادمنستريتور وبعدين اشتغلت تكنيكال سبورت وبعدين اي تي سولوشنز بروجكت مانجر وبعدين اسيستنت اوبريشن مانجر وبعدين اوبريشن مانجر وبزنس اوبريشنز كونسلتنت وبزنس ديفلوبمنت كونسلتنت واخيرا حاليا بشتغل بروجكت مانجر في شركه اعمل بزنس. انا الاندونيشن لانجويج بروجكت مانجر في اعمل بزنس كارنتلي. تمام. ده كان تعريف لان من حقك انت وانت بتاخد الكورس تبقى عارف اللي بيديك ده مين وايه السي في بتاعه وكده. طبعا انا 17 سنه دلوقتي اكسبيرينس، منهم على الاقل 11 سنه او 12 سنه في مجال المشروعات بشكل عام والمشروعات في مجال الاي تي، ولكن الحمد لله ان الواحد اكسبوزد لاكثر من اندستري والمشروعات اللي فيها. باذن الله يعني احنا الفوكس بتاعنا هيكون على ان احنا عايزين نفهم ايه هي اداره المشروع. طيب مبدئيا كده حابب ادي خلفيه عن الموضوع واقول لمين الكورس ده، يعني مين المفروض ياخد الكورس ده. طبعا انا عارف ان في ناس كتير مسجله وممكن يكونوا ناس مش مهندسين وممكن يكونوا يعني من تخصصات مختلفه كتيره جدا، بس انا حابب اديك تعريف صغير بموضوع البي ام بي. بي ام بي اختصار Project Management Professional، ترجمتها هي محترف اداره المشروعات. تمام. طيب محترف اداره المشروعات او المشروعات او الكلام ده كله مين بيحتاجه؟ طبعا احنا لما كنا بنتكلم او لما كتبت في البوست على الفيسبوك كتبت ان مهندسين ومهندسات في الناس ساعتها اعتقدت ان اداره المشروعات هي حاجه خاصه بالمهندسين والمهندسات فقط. لا، هي طبعا مش حاجه خاصه بالمهندسين والمهندسات، هو علم اداري كل من بيتعرض لعلوم اداريه او كل من بيتعرض لعمل في اداره او مشروعات هو بيحتاج الكلام ده. بس بما ان المهندسين اكتر ناس بتتعرض لاداره المشروعات فبقى المهندسين هم اللي بيشكلوا الماجوريتي بتاع الطلبه للنوع ده من العلم وللنوع ده من الشهاده. وبالتالي احنا لو جينا نتكلم هنا عن الكورس ده لمين، يبقى المدراء المشاريع وافراد فريق المشروع ومدراء العموم. فبنتكلم ان الكورس ده لمين، الكورس ده لمديرين المشروعات وافراد فريق اداره المشروع. يعني مش شرط عشان تاخد الكورس ده تكون حضرتك بتحمل التايتل بتاع مدير المشروع، ممكن تكون شغال في فريق اداره المشروع. تقول لي هو في حاجه اسمها فريق اداره المشروع؟ اقول لك في فريق اداره مشروع، لان مدير المشروع ما بيديرش المشروع لوحده، في فريق المشروع وفي فريق اداره المشروع. طبعا مدراء العموم والمشرفين على المشروعات والمستفيدين من المشاريع ومتخذي القرارات التي تتعلق بالمشروعات. الحته بتاعت متخذ القرارات دي مهمه جدا ان احنا نفهمها ونعرفها. ليه؟ لان ان كنت حضرتك مش مدير مشروع ولكن حضرتك بزنس اونر او في موقع بيقبلك او بيحتم عليك ان حضرتك تتخذ قرارات بشان المشروعات، فمهم جدا ان حضرتك تبقى على درايه بعلم اداره المشروعات. لان الديسيجنز اللي حضرتك هتاخدها فيما يخص اداره المشروعات لازم تكون عن علم، ولان حضرتك هتاثر في ناس دارسين اداره المشروعات وفاهمين هم بيعملوا ايه، فحضرتك لازم يكون عندك انت كمان العلم اللازم عشان تقدر تاخد القرارات دي. نيجي نتكلم كمان عن الاستشاريين وكل ما له علاقه باداره المشروعات. تمام. كل طبيعه عمله لها علاقه بالاداره بشكل عام. المهندسون في مختلف التخصصات
من يرغب في دخول امتحان البي ام بي ومن يرغب في تطوير وتحسين حياته الشخصية، والحياة هي أكبر مشروع. عايز أقول حاجة كمان، الجماعة بتوع السوفت وير مهم جدا يكون عندهم العلم بتاع إدارة المشروعات. جماعة بتوع مشروعات التنمية اللي هي بتكون مثلا فيما يخص النهضة بحياة بعض الناس، رفع مستويات الفقر، التوعية، حتى المشروعات اللي بتكون في تطوير أو إعادة هيكلة الشركات برضو دي تعتبر مشروعات، واللي بيشتغلوا عليها بيحتاجوا علم إدارة المشروع. خلينا نحول. طيب هنتكلم يا جماعة عن ان احنا كل مرة هنكون عندنا الجدول اللي احنا شايفينه قدامنا ده، بنبدأ الساعة 8 وبناخد بريك الساعة 8:50 وبنرجع تاني من البريك الساعة 9:05 وبناخد بريك تاني الساعة 9:50 وبنرجع تاني من البريك الساعة 10:05 والمحاضرة بتنتهي الساعة 11 او لما نخلص اللي احنا جايين نخلصه. خلصنا 10:30، خلصنا 11 الا تلت، خلصنا 11 الا ربع، ساعتها المحاضرة هتنتهي. طبعا هيكون عندنا بعد ما بنرجع من كل بريك بناخد كده حوالي 5 دقائق او 10 دقائق أسئلة، أو هنخليها في الآخر خالص في آخر المحاضرة. وأنا شخصيا أفضل إن احنا نخليها في آخر المحاضرة، ممكن تكون من 10:30 أو 11 إلى تلت لحد 11 اللي هي الفقرة أو الجزء بتاع الأسئلة. ندخل على الـ PM Standards. أنا بكلمك دلوقتي عن المعايير أو الستاندرز بتاعت إدارة المشروعات على مستوى العالم. في عندي ستاندرز كتير، في عندي أكتر من ستاندرز، بس اهم اتنين عندي هما البرنس 2 والبي ام بي. البرنس 2 ايه يا جماعه والبي ام بي؟ البرنس 2 اختصار projects in controlled environment، و2 لان كان في برنس 1 فبقى في برنس 2. البرنس 2 held by Exelos and Britain، ده يا جماعه اللي يعتبر المنهج البريطاني في اداره المشروعات. ان بريطانيا واوروبا معظم دول اوروبا بتستخدم او بتتبع المنهج ده في اداره المشروعات اللي هو البرنس 2. والبرنس 2 في منها 2 ليفلز اوف سيرتيفيكتس، الاولانيه فاونديشن والثانيه براكتيشنر. الاولى ايه؟ فاونديشن، والثانيه براكتيشنر. وده مش موضوعنا في الكورس ده. موضوعنا في الكورس ده هيكون منصب على البي ام بي اللي هو الستاندرد الثاني الخاص بالبروجكت مانجمنت انستيتوت اللي هو معهد اداره المشروعات أو المعهد الأمريكي لإدارة المشروعات. والمدرسة دي أو المنهج ده بيتبع أمريكا وباقي دول العالم، أو باقي دول العالم وأمريكا بتتبع منهج الـ PMI. تمام؟ فـ PMI till now المؤسسة رقم واحد على مستوى العالم في تنظيم علم إدارة المشروعات. وأجمل ما في الموضوع يا جماعة إن العلم ده مش علم نظري، لا هو علم قايم على الممارسة العملية، قايم على فكرة إن في براكتس بيحصل وفي بيست براكتس. هم بياخدوا البيست براكتس ده يحطوه في مرجع، يسموا المرجع ده بروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج. بروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج اللي احنا بنقول عليه اختصارا بيمبو، بنقول عليه اختصارا بيمبو. وبالتالي بقى فيه ايه؟ بقى فيه كل 4 سنين بيصدر اصدار جديد من البيمبوك. احنا حاليا بنتعامل او هناخد الكورس ده على الاصدار السادس اللي هو valid لحد النهاردة، وهيكون valid لحد اخر السنة اللي احنا فيها دي ان شاء الله. والvalidity اللي بنتكلم عليها هي validity مرتبطة بالامتحان اللي حضرتك ممكن تدخله عشان تحصل على شهادة البي ام بي. وبالتالي لما بنيجي نقول valid بنقول ان الامتحان لحد اخر السنة هيكون مرجعيته هو بيمبوك فيرجن 6. بيمبوك فيرجن 6. طيب البيمبوك ده زي ما احنا قلنا بيتكون من البيست براكتس. طب البيست براكتس ده بنجيبه منين؟ طبعا البي ام اي مكون كوميونيتي وعنده ممبرز على مستوى العالم. الممبرز دول بيشاركوا الاكسبيرينس بتاعتهم وبيشاركوا البراكتس بتاعتهم ويبتدوا يبعتوا للبي ام اي ويقولوا له والله احنا جربنا الحاجه دي وما طلعتش افضل حاجه، ولكن جربنا الحاجه الفلانيه وطلعت افضل. وده بيضمن ان كل العالم او كل اللي بيتبع البيمبوك او بياخد البيمبوك كستاندرد يرجع له هو دايما بيبقى بيتعامل مع احدث وافضل الممارسات على مستوى العالم في اداره المشروع.
جميل. وبالتالي يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان احنا التكست بوك او الكتاب اللي هنشتغل منه هو اسمه ايه؟ اسمه بيم بوك. انهي اصدار؟ هو الاصدار السادس. طيب اللي احنا الاصدار السادس او البيم بوك ده جاي منين؟ جاي من افضل الممارسات على مستوى العالم في ادارة المشروع. طيب البي ام بي او البي ام اي عنده اكتر من سيرتيفيكت في مجال السكادولينج وفي البورتفوليو مانجمنت وفي البروجرام مانجمنت وفي الريسك وفي اكتر من حاجه. احنا مجموعه الشهادات بتاعه البي ام اي كلها ليست قدامنا اهي، احنا هناخد منها ايه؟ احنا هناخد منها البروجكت مانجمنت بروفيشنال، اوكي، البي ام بي اللي احنا هندرسه، الكورس اللي هندرسه على مدار ال 13 محاضره بتوعنا باذن الله. طيب نبدأ مع أول حاجة Project Management Framework and Initiation. ولما نيجي نتكلم بقى عن Project Management Framework and Initiation حابين نعرف إن البروجكت بشكل عام والبروجكت مانجمنت مش علم جديد، العلم موجود من قديم الزمان، علم موجود من زمان جدا. وإلا إزاي مثلا الفراعنة بنوا الأهرامات؟ إزاي سور الصين العظيم اتبنى؟ إزاي كل الميجا بروجكتس دي طلعت للنور؟ ازاي كل الميجا بروجكتس دي طلعت للنور؟ وبالتالي المشروعات وعلم إدارة المشروعات مش علم جديد، لا هو علم قديم من زمان جدا. ولكن كل اللي حصل ان من حوالي 40 سنة او من حوالي 50 سنة ظهرت مؤسسة قررت انها تنظم علم إدارة المشروعات، وقررت انها تجمع العلوم، تجمع الممارسات دي وتجمع العلم ده مع بعضه وتحطه في كتاب اسمه بيم بوك، ويكون ليه اصدار، وتكون الجهه دي منوط بيها ان هي تحافظ على الاصدار ده وان هي تمنح شهادات فيما يخص العلم ده، وتقول ان الشخص اللي نجح فيه او تقول للشخص ده انت كنت تعرف او عندك مهارة ادارة المشروعات بالشكل الكافي اللي يخليني اقول عليك ان حضرتك بقيت سيرتيفايد او تطلع للعالم ماسك البي ام بي سيرتيفيكت وتقول لهم انا بقيت معتمد من المعهد الامريكي لادارة المشروعات، والمعهد اقر بان انا اجتزت اختبار ادارة المشروعات وبقيت قادر ادير اي مشروع. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي احنا محتاجين نعرفها، طبعا احنا هنتكلم عن الامتحان وعن الشهاده وعن الكلام ده كله شويه، ولكن انا بديك شويه معلومات عامه عن الموضوع. من الحاجات المهمه نعرفها ان يكون قبل ما ندرس اداره المشروعات وقبل ما ندخل امتحان البي ام بي يكون عندنا خبره عمليه في المشروعات. فكره ان انا يعني انا بعت لي حد امبارح او النهارده تقريبا على الماسنجر بيسالني بيقول لي انا لسه طالب وانا مش عارف هل ينفع اخد كده وهل من الشروط ان اكون متخرج وكده. قلت له خلينا نفرق ما بين البي ام بي از سيرتيفيكت وما بين البي ام بي از كورس. قلت له لو هتسالني ايه افضل استفاده من الكورس والشهاده، الشهاده ليها 4500 ساعه حد ادنى انك تكون اشتغلت في اداره المشروعات عشان تقدر تابلاي وتدخل الامتحان. والكورس نفسه لو هتسألني ايه افضل استفادة، انصحك بشدة انك لما تيجي تاخد الكورس ده يكون عندك خبرة عملية مش اقل من 3 سنين في سوق العمل بشكل عام وفي المشروعات بشكل خاص. وبالتالي حضرتك النهاردة لما بتبتدي تدخل على الامتحان بتكون متوفرة فيك مجموعة من الشروط، اولهم انك تكون اخدت 35 ساعة تدريبية في إدارة المشروعات، ودي المفروض إن شاء الله تتحقق لك باكتمال الكورس ده ليك معانا. إن شاء الله لو فضلت مواظب على كل المحاضرات هتقدر تاخد شهادة الحضور بعد طبعا تحقيق شروط بي ام أريبي أكاديمي. لكن أنا أنصحك بشدة أن يكون عندك الخبرة، لأن إحنا مش رايحين نتفسح ولا رايحين نزهة خلوية، أنت هتستمتع والموضوع شيق جدا، بس كمان احنا داخلين على كورس تقيل، كورس مهم، كورس محتاج ديديكيشن، كورس محتاج ان حضرتك تفرغ من وقتك كل اسبوع مش اقل من 4-5 ساعات عشان تذاكر اللي خدناه وعشان تبقى عارف كل حاجه فيه. وبالتالي حضرتك لو داخل الموضوع على اعتبار انه حاجه بسيطه مثلا ولا كورس كده من الكورسات العاديه، فانا بقول لك لا،
ممكن من دلوقتي ما تضيعش وقتك، لكن حضرتك لو واخد الموضوع بجدية وهيكون في ديديكيشن بإذن الله وناوي تخصص له مش أقل من 3-4 ساعات كل أسبوع عشان تقدر تكفر الحاجات اللي بناخدها، فأنا بقول لك بإذن الله إنك هتستفيد استفادة عظيمة وهيفرق معاك جدا في حياتك على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. خلاص؟ طيب نرجع تاني للسؤال اللي احنا بنسأله، ايه هي اللي انا ابقى يعني اخد الكورس دوت ولا ملجوش، ولا طبعا انا مش عارف انا بشتغل في صيدلية واخد الكورس، لا العلم اللي موجود في الكورس هنا يا جماعة هيفيد اي حد. هل بس انت زي ما قلت لك الكوست اللي هتدفعه في الكورس، ولما بقول الكوست ما بقصدش الفلوس، ما بقصد هنا التوتال ايفورتس اللي حضرتك هتحطها في الموضوع، الوقت اللي حضرتك قاعد فيه قدام اللابتوب دلوقتي او الموبايل وقاعد بتسمعني ده كوست، الوقت اللي هتحطه في المذاكرة كوست، الوقت اللي انت واخده سواء بقى من ولادك او من مراتك او من شغلك او من اي حاجة ده برضو كوست، التركيز والطاقة والاهتمام ده كوست، فانليس ان الموضوع ده يكون بيعود عليك بفايدة ويكون فعلا انت فاهم يعني ايه بي ام بي الكورس ده هيعود عليك بايه، فممكن يكون الموضوع بعد شويه يتحول لعبء عليك. فانا انصحك من دلوقتي رقم واحد تطمن من خلال المحاضره دي ان انت فعلا محتاج الكورس ده، رقم اتنين وانس ان انت قررت ان انت تكمل في الكورس دوت تديديكيت وقت مش قليل لكل اسبوع باذن الله. والناس اللي ناويه تدخل الامتحان على فيرجن 6 وناويين ان شاء الله يكون الكورس ده بالنسبه لهم ستارت او بدايه او ان هم يعني يبداوا معانا، يا ريت تكثفوا مذاكرتكم باستمرار، لان احنا لما هنخلص الكورس ده هنكون يعني داخلين في شهر 12، هيبقى ما عندكش فرصه كبيره تقعد تعيد الكلام ده كله، وبالتالي خلي المذاكره بتاعتك ماشيه ان بارلل معانا. يعني ما تستناش تخلص الكورس عشان تبتدي تذاكر لو انت ناوي تدخل الامتحان باذن الله. تمام؟ وبالتالي يا جماعه الناس اللي هي ممكن تبقى شايفه الموضوع يعني احنا طالعين ناخد كورس كده خفيف ولايت، لا الكورس ده مش خفيف ولايت. ما بقولكش الكلام ده عشان تخاف ولا تقلق ولا تبعد ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، بس بقولك الكلام ده عشان تهتم، لان الناس كثيره جدا بتبقى واخده الموضوع فاكره بسيط هيسمع بس مش عارف ايه، بيلاقي الدنيا ايه ما استفادش والموضوع بقى عبء عليه والكلام ده. فخلينا نبدأ وخلينا نشتغل ونبتدي نطرح سؤال مهم جدا، واعتقد انه هو هيكون من الاسئلة الفارقة جدا في موضوع انا محتاج الكورس ده ولا لا. اول سؤال احنا بنسأله هنا في الحالة بتاعتنا What is the project? What is the project? ايه هو المشروع؟ طبعا من ضمن الحاجات المتعارف عليها في مصر هنا في ثقافتنا المصريه ويمكن عربيا كمان، انه كل ما في حاجه تجاريه بنقول عليه مشروع. يعني اللي رايح يفتح مكتبه بيقول انا بفتح مشروع، اللي بيفتح شركه استيراد وتصدير بيقول انا هفتح مشروع، اللي بيفتح صيدليه، اللي بيعمل واتيفر ايه النشاط التجاري اللي بيعمله بيسميه مشروع. وطبعا يعني مش عايز اقول بقى ان ده غلط وصح ونوع نقول، بس على الاقل نتعلم ايه الفرق ما بين البروجكت والبزنس. طيب لما نيجي نتكلم عن البروجكت اول حاجه نقولها هو ايه؟ temporary endeavor undertaken to create a unique product service or result. يعني هو مجهود او مسعى مؤقت حضرتك بتقوم بيه عشان تنتج في النهايه unique product او service او ريزلت. تمام؟ فمهم جدا عندي هنا كلمه temporary. تمام؟ مهم عندي كلمه temporary، يبقى اول خاصيه من خواص المشروع ان هو temporary. ايه ده؟ يعني ايه temporary؟ يعني شركتي دي ما تعتبرش مشروع؟ لا مش مشروع. يعني حضرتك النهارده انا لو فتحت المكتبه ما يعتبرش مشروع؟ لا مش مشروع. لان حضرتك لما بتفتح مكتبه او صيدليه او شركه استيراد وتصدير او وات ايفر، انت ما بيبقاش عندك نيه انك تقفلها بعد سنه او سنتين. التأقيت ده ما بيكونش متوفر في الكلام ده. وبالتالي دي ما ينطبقش عليها المشروع. ما دي يبقى اسمها ايه يا باشمهندس؟ دي يبقى اسمها بزنس. يبقى اسمها ايه؟ بزنس. بالانجلش بزنس وبالعربي نشاط تجاري او شركه او اي حاجه ممكن دي تديك نفس المعنى اللي انا قلته.
خلاص. فدي اول بوينت عندي، ودي بوينت مهمه جدا لكل الناس، ان المشروع دايما تمبرري. طيب ايه كمان؟ قال لك ان هو يونيك. يعني ايه يونيك؟ يعني فريد من نوعه، يعني الحاجه اللي انا هنتجها من المشروع ده مش مكرره. على سبيل المثال، انا لو عندي مصنع بينتج ازايز ميه معدنيه، ازازه الميه اللي بتطلع في الثانيه دي بيطلع بعدها ازازه اختها بالظبط في الثانيه اللي بعدها، وهكذا and so on. وبالتالي البرودكت اللي بيطلع لي each time مش يونيك، هو مش برودكت فريد من نوعه، هو برودكت مكرر. وبالتالي اللي بيحصل في المصنع ده ما ينفعش اقول عليه بروجكت، انا بقول عليه برودكشن. انا بقول عليه يا جماعه برودكشن، انتاج. اوكي، فاول كاركترستيك عندي هي تمبراري، تاني كاركترستيك عندي هي يونيك، يعني فريد من نوعه. طيب ثالث كاركترستيك ودي مهمه جدا، اسمها ايه؟ اسمها بروجريسيف الابوريشن. ايه البروجريسيف الابوريشن؟ هو ان حضرتك كلما تقدم المشروع، كلما ظهرت لك تفاصيل اكتر، كلما قدرت تحسن خطه المشروع واداء المشروع مع تقدم الاداء ومع تقدم الانتاج ومع تقدم الانجاز. يبقى ال 3 main characteristics بتوعي هي temporary, unique, progressive, elaboration. وهناخد examples دلوقتي وهنفهم كل حاجة من حاجة. طيب حتة مهمة جدا، قالك ان معظم المشروعات لما بنعملها بنكون مستهدفين ان هي تطلع لي result او ناتج دائم. يعني انا النهاردة عندي مشروع بناء كوبري، المشروع بتاع بناء الكوبري نفسه مؤقت، لكن النتيجه اللي هتطلع منه اللي هي الكوبري هي حاجه دائمه، لاستنج اوتكم، الحاجه اللي هتطلع لي منه دائمه. تمام، طيب هرصف طريق، هقعد ارصف في الطريق ده طول العمر؟ لا، انا هرصف في الطريق دوت 6 شهور، سنه، خلصت الطريق، المشروع بتاع رصف الطريق خلص، بقى عندي لاستنج اوتكم اسمه الطريق، هيفضل موجود معايا الى ان يشاء الله. اوكي، طيب نفس الكلام دوت لو انا جاي بعمل سوفت وير ابلكيشن وجاي بعمل برنامج، البرنامج اللي انا بعمله ده انا مش هقضي عمري بعمل في البرنامج، فالمشروع بالنسبه لي هو السوفت وير ديفلوبمنت او بناء التطبيق في حد ذاته، ولكن التطبيق نفسه هيبقى موجود معايا بصفه دائمه الى ان يشاء الله، او نقرر ان احنا نعمل فيرجن جديد من التطبيق. طيب كمان كل البروجكتس بتتعمل عشان تكريت حاجه اسمها بزنس فاليو، هنعرفها دلوقتي. وباي ذا واي لما باجي اقول بزنس فاليو هي قيمة بيقدر البزنس ان هو يقدرها، او بتبقى ريكوجنايز، او بتبقى محل اهتمام ومحل قياس من البزنس نفسه. تعالوا نعمل بس كده كي كومباريسون ما بين البروجكتس والاوبريشن. لما اجي اقول اوبريشن ده الشغل المتكرر، يعني فور اكزامبل مثلا لو انا النهارده بشتغل كول سنتر ايجنت، انا راجل ايجنت في كول سنتر، ايه اللي بيحصل؟ انا باجي كل يوم الصبح افتح الشيفت بتاعي وابتدي اخد مكالمات واقوم بنفس التاسكس، واول ما الوقت بتاع الشيفت بيخلص بقوم قافل الشغل وبقوم روح، واجي تاني يوم اعمل نفس الشغل. وبالتالي اللي انا بعمله ده ما ينفعش يتقال عليه بروجكت، لا ده ايه؟ ongoing and repetitive. The ongoing and ايه؟ مثلا يكون عندي برج سكني هبنيه، فالبرج السكني اللي انا باجي ابنيه كل يوم باجي اعمل حاجه مختلفه، وفي الاخر خالص بخلص البرج السكني واقول شكرا واقوم عامل تسليم ديليفري وبقوم رايح على مشروع جديد. وبالتالي اول ديفرنس عندي بين البروجكتس اند اوبريشنز هي ان البروجكتس تمبراري وايل اوبريشنز از ongoing and repetitive. طيب تاني حاجة ان احنا قلنا في البروجكتس انا عندي يونيك اوتبوت، وايل في الاوبريشنز انا عندي سيميلار اوتبوتس، اللي هو زي ازايز المية المعدنية اللي اتكلمنا عليها. طيب ثالث حاجة لما كنا بنتكلم برضو ده يعتبر فرق تاني، ان البروجكتس الريسورسز دايما بتبقى temporary وبتبقى بناء على الطلب.
يعني حضرتك النهارده لو بتعمل مشروع حفر سوري بتعمل مشروع بناء برج فحضرتك محتاج تحفر الارض. هل بتروح تشتري حفار؟ هل بتروح تشتري وينش؟ هل بتروح تشتري دريل اللي هو بيتقب الارض او بيعمل لك الخوازيق؟ لا، انت بتأجر لانك محتاج الحاجه دي فتره مؤقته وبعدين بتقول لهم شكرا. بس انا في الناحيه الثانيه في الكول سنتر ينفع ابقى مأجر الاجهزه اللي انا بشتغل بيها؟ طب ما انا عايز الاجهزه دي على طول وهعوزها كل يوم والى ما شاء الله. فانا بروح اجيب الريسورس دي بشكل ايه؟ بشكل بيرمننت، بخليها عندي بشكل ايه؟ بيرمننت. ايه بقى السيميلاريتيز؟ احنا كده عرفنا الديفرنسز، دلوقتي بنتكلم في السيميلاريتيز. في السيميلاريتيز ان الاثنين بيحصل فيهم بلاننج، والاثنين فيهم اكسكيوشن، والاثنين فيهم كنترولنج على التاسكس او على اكتيفيتيز موجوده عندي. طب ايه تاني؟ برضو الاثنين بيبقوا كونسترينت باي ليميتد ريسورسز، يعني دايما محكومين او عليهم انا بشتغل بوقت محدود او بفلوس محدوده او بمعدات محدوده او ببشر محدودين. يعني عندي واحد بتاع اي تي مثلا هو ده شيرد ما بين كل البروجكتس، وممكن يكون عندي في مجموعه شركات هو واحد بتاع اي تي بيهندل كل الشركات. ففي النهايه دي اسمها ايه؟ اسمها ليميتد ريسورس. اخر حاجه خالص ان في النهايه البروجكتس والاوبريشن الاثنين بينتجوا برودكت في النهايه او اوتبوت، الاثنين بيبقى عندهم برودكت او اوتبوت في النهايه. تعالوا ناخد اكزامبلز كده على المشروعات. طبعا احنا شايفين قدامنا بطيخه مربعه، ويعني زماننا بنقول دلوقتي يعني ايه يا عم اللي انت جايبه ده؟ انت جايب لنا بطيخه على شكل مكعب. بس اكشولي ده بيحصل في اليابان، يعني بداوا يغيروا في شكل البطيخه عشان يخلوها شكلها كده عشان يسهل تخزينها ويقللوا الفراغات ما بين البطيخ. طبعا احنا انا عارف ان بسمعني ناس من كذا دول، من كذا دوله عربيه. كنا بنتكلم عن شركه بي ام دبليو لو قررت ان هي تعمل نيو موديل من العربيات بتاعتها، يا ترى ده بالنسبه لنا هيكون يعني بروجكت ولا اوبريشن ولا برودكشن ولا ايه؟ انت لسه قايل لنا دلوقتي ان مصنع ازايز المايه، مصنع المايه المعدنيه ده يعتبر برودكشن. ايه بقى اللي هيخلي ان لما تيجي بي ام دبليو تعمل عربيه جديده ده يعتبر بروجكت؟ ترى هو بروجكت ولا برودكشن ولا ايه؟ طيب عشان نفهم الموضوع محتاجين نفكر شويه دلوقتي. هل لما بي ام دبليو تيجي تعمل العربيه الجديده دي، هل بتقوم تنتج على طول ولا بتصمم في الاول؟ اكيد بتصمم في الاول. طيب هي عشان تطلع بالديزاين بتاع العربيه دي تبقى عارفه شكلها هيكون ايه وسعه المحرك ايه وهتحط فيها ايه وخامه الكراسي ايه وكل حاجه ايه، بتعمل بروجكت لتصميم النيو موديل. بتعمل بروجكت لتصميم النيو موديل. وانس ان الموديل ده او الديزاين ده ابروفد بروجكت بالنسبه لي خلص، هنا تبدا مرحله البرودكشن. يروح الديزاين ده يتطبق على كل الماشينز اللي موجوده عشان الماشينز دي تبتدي تطلع النيو او البارتس بتاع النيو موديل. كده بدانا نفهم شويه موقع المشروع فين وموقع البرودكشن فين. عشان بس نبقى فاهمين، انا لما هاجي دلوقتي اديزاين نيو موديل من العربيه فده هيكون بالنسبه للشركه بروجكت. طيب وانس ان الديزاين خلص وبقى ابروفد خلاص البروجكت كده انتهى ودخلنا لمرحله البرودكشن اللي هي المفروض تكون انفينيت او غير محدودة أو غير مؤقتة. هيفضل ينتج الموديل ده لحد ما يجي في وقت معين يلاقي إن ده ما بقاش فيسبل أو ما بقاش ذو جدوى، هيبتدي يوقف الإيه؟ الإنتاج ده. وبالتالي إحنا كده قدرنا نعرف البروجكت هنا في الحالة بتاعتنا كان develop new product, service or business. طيب تاني حاجة affecting the change or a change in the structure, processes, staffing or style of an organization. النهاردة لما أجي مثلا أمسك هيئة زي هيئة السجل التجاري أو السجل المدني أو أيا كان، وأبتدي ألاقي أن الجهة دي فيها
نوع من انواع عدم الكفاءه، وانا محتاج ارفع الكفاءه. فلو انا جيت اغير الاستراكشر او اغير الهيكل والعمليات والستافنج بتاع الاورجانيزيشن ده، انا هسال نفسي سؤال، وانا هفضل اغير طول العمر؟ او بمعنى اصح، انا ممكن ابقى دائم التغيير، ولكن كل تغيير بروجكت مستقل لوحده، لان كل تغيير من التغييرات دي ليه هدف وليه مدى زمني وليه تكلفه انا محتاج ان انا احققهم. وبالتالي انا في النهايه لما باجي اعمل اي تشينج في الاستراكشر او البروسيسز او الستافنج او الستايل بتاع اورجانيزيشن، ده برضو يعتبر ايه؟ يعتبر بروجكت. طيب ايه تاني؟ developing or acquiring a new or modified information system. لو انا جاي بعمل هاردوير سيستم او انفورميشن سيستم، سواء كان هاردوير او سوفت وير جديد، او بموديفاي سيستم موجود، ده برضه يعتبر عندي بروجكت. ليه؟ لان هو ليه هدف محدد وليه وقت محدد وليه تكلفه محدده، وبالتالي انا بقيت شغال في اطار المشروع. ايه تاني؟ constructing a building, industrial plant or infrastructure. انا لو جاي دلوقتي بمد المرافق للمدينة كاملة، ده يعتبر project. لو ببني مصنع، project. بعمل مول زي مول مصر، project. اي حاجة من الحاجات دي تعتبر project. كمان implementing, improving or enhancing existing business processes and procedure. انا النهاردة لو جيت على ادارة المبيعات عندي في الشركة، وقلت والله حجم المبيعات اللي بيتحقق في اداره الشركه ده مش مرضي بالنسبه لي، او ان الشركه مش اداره المبيعات، الشركه بشكل عام مش محققه حجم المبيعات المطلوب، فجبت ناس استشاريين بداوا يدرسوا موقف الشركه وبداوا يحددوا لي الاسباب اللي مخليه المبيعات مش بالشكل المطلوب. فقالوا لي والله حضرتك محتاج تستحدث عندك كول سنتر، ومحتاج كمان تزود عدد افراد المبيعات عندك، ومحتاج كمان تبني سوفت وير سيستم. اصبح ان التشينج او الاوبجكتيف اللي انا عايز اوصل له في المنظومه بتاعتي مش هيتحقق غير من خلال شويه مشروعات. مشروع اسمه انشاء وبناء كول سنتر، مشروع اسمه استحواذ او انشاء تطبيق لاداره العمليات جوه الشركه، والحاجه الثالثه تعيين مثلا 16 موظف مبيعات جدد. كل دي تعتبر مشروعات. في النهاية البروجيكتس بتتعمل عشان تحقق التشينج مطلوب في الاورجانيزيشن او حتى خارج الاورجانيزيشن. انا بتكون عندي الفيوتشر ستيت دي، وبكون انا في الكرنت ستيت عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل للفيوتشر ستيت، وبالتالي ابتدي اعمل بروجيكت. البروجيكت ده بانكلودز Activity A, Activity B, Activity C، عشان أنتقل من النقطة دي إلى النقطة دي، من النقطة A إلى النقطة B. زي ما كنا نشرح في آخر example، عايز أنتقل من أنا بحقق مبيعات مثلاً بعشرين مليون في السنة، لأن أنا أحقق مبيعات بأربعين مليون في السنة. وبالتالي النقطة بالنسبة لي اللي أنا فيها اللي هي current state إلى عشرين مليون، والنقطة اللي عايز اروح لها هي الاربعين مليون. فابتدي اشوف الاكتيفيتيز اللي انا محتاج اعملها عشان اوصل من العشرين مليون للاربعين مليون. الحتة اللي اتكلمنا فيها من شوية اللي هي البيزنس فاليو. الاول محتاجين نعرف، او يعني احنا قلنا المشروعات بتتعمل عشان تكريت بيزنس فاليو. محتاجين نعرف ايه هي اصلا البيزنس فاليو. البيزنس فاليو is the net quantifiable benefit derived from a business endeavor. يعني الحاجة أو الفايدة أو الجين أو القيمة القابلة للقياس النهائية الصافي، يعني قابل للقياس اللي البزنس بيحققه من خلال effort أو مسعى معين هو بيعمله. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول والله أنا هعمل مشروع عشان extend المبنى اللي أنا فيه ده، عشان الموظفين اللي عندي ما بقاش المبنى الحالي بيسعه. طب في الحالة اللي زي دي فين البيزنس فاليو؟ انت كل اللي هتعمله انك هتبني مبنى جديد عشان تحط فيه موظفين ما كانش ليهم مكان قبل كده. سوري، مش ما كانش ليهم مكان، يعني ما لهمش مكان تحطهم فيه. لا، البيزنس فاليو هي الجين والمكاسب اللي تحققها الشركة
نتيجه العماله الجديده اللي بقى ليها مكان، الا ان اي موظف المفروض ان هو بيحقق للشركه فاليو. كل موظف موجود المفروض بيحقق للشركه فاليو. فلو حضرتك النهارده كان عندك مشكله في ان انت في 40 موظف انت مش لاقي لهم مكان فعملت لهم مكان، فالمفروض ان ال 40 دول بيادوا فاليو. هنا القيمه اللي راجعه على حضرتك هي الشغل اللي ما كنتش هتعرف تعمله بقيت تقدر تعمله وتنجزه. طيب ناخد حاجه تانية. لو انا النهارده بتكلم في ان في جهه ما ما زالت بتستخدم الاوراق والادوات اليدويه لتداول المعلومات، والشركه دي قررت تتحول الى ديجيتال ايرا وان هي تبقى ديجيتال وان هي تبقى كل حاجه عندها الكترونكس وتعمل اوتوميشن والكلام ده كله، فين البيزنس فاليو هنا في البروجكت اللي هو هيبقى عباره عن تحويل الجهه دي من الوضع المانوال للوضع الاوتوميتد؟ فين هنا البيزنس فاليو؟ البيزنس فاليو هتبقى حاجات بس لازم تبقى يا جماعه ايه كوانتيفايبل، يعني قابله للعد وقابله للقياس. هتقولي طب ما في حاجات يا باشمهندس صعب ان احنا نقيس، يعني مثلا نقول تحسن اداء الموظف. ما انت في النهايه تحسن اداء الموظف ده ان ما كنتش عارف تقيسه مش هتعرف تحسنه. يعني انت ايه اللي مخلاك مش عاجبك اداء الموظف؟ اكيد في حاجه انت شفتها او حاجه معينه انعكاس لاداء الموظف ده انت قادر تمسكها، انه مثلا بدل ما بيخلص في اليوم 5 طلبات هيخلص 10 طلبات. اذا هنا في ايه؟ في بيزنس فاليو اقدر اقيسها. بدل ما كان يعني بدل ما كنا في الادوات اليدويه بنفقد بعض الملفات وبنفقد بعض المعلومات وبنقعد ندور كتير جدا عشان نوصل للحاجة، بقت الحاجة بتيجي بضغطة زر، وبالتالي أصبح إن البيزنس فاليو عندي إن أنا أقدر أعمل شغل أكتر في وقت أقل بأكيوريسي إيه أعلى. طبعا وأنا بقول أكتر وأقل وأعلى دي برضو مش كوانتيفايبل، لازم ساعتها الأكتر والأقل ده يبقى معروف بالنسبة لك. يعني كنت بتعمل في اليوم 20 طلب وأصبحت بتعمل في اليوم 40 طلب، كنت بتفقد في السنة ملفات 20 ممول وخلاص بعد المجهود ديجيتال ما بقاش فيه ولا بيان ولا بيان لاي ممول بيفقد. فالنهايه لازم تبقى البيزنس فاليو كوانتيفايبل. قال لك كمان انها ممكن تبقى تانجبل او انتانجبل، يعني ممكن تكون ملموسه او غير ملموسه. طيب ملموسه زي ايه وغير ملموسه زي ايه؟ قال لك تانجبل زي المونيتري اسيتس، زي ستيك هولدرز ايكويتي، زي الماركت شير. يعني حضرتك مثلا لما عملت البروجكت ده الاقي الشركه عالي فارتفعت ايرادات الشركه من 70 مليون ل 90 مليون، اذا ده مونيتري اسيت، ده اصول ماليه. دي اصول ماليه حضرتك قدرت تحققها، او ستيك هولدرز ايكويتي. ستوك هولدرز ايكويتي، ستوك هولدرز ايكويتي اللي هم حامل الاسهم اللي هم حقوق الملكيه. يعني اصبح دلوقتي ان الشركه بدل ما كانت تساوي مثلا 200 مليون دولار اصبحت تساوي 400 مليون دولار، لان في ناس اكتر اقبلت على الشراء لما حضرتك عملت زياده لحصه راس المال كنوع من انواع النتيجه، لان انت اخذت شغل اكتر وبقى السوق معاك بيكبر. ماركت شير، ان حضرتك بدل ما كنت مسيطر على 20% بس من السوق بقيت مسيطر على 40% من السوق. اسعار، على الجانب الاخر الانتانجبل او الغير ملموس، ايه هو؟ هو الجودويل اللي هي السمعه، البراند ريكوجنيشن، الويت بتاع البراند بتاعك، العلامه التجاريه بتاعتك، الريبيتيشن برضو اللي هي الايه السمعه، جودويل اللي هو اسم الشهره بالمناسبه. كلها حاجات صعب تتقاس، بس الناس دلوقتي برضو ما بتسيبش حاجه من غير ما تقيسها، لان احنا في عندنا قاعده ويا ريت تحطها كده في حساباتك، ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا يمكن تحسينه او تطويره. Again، ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته وبالتالي لا يمكن تحسينه أو تطويره. وبالتالي الأمور اللي احنا مش عارفين نقيسها بنوجد لها طريقة عشان نقيسها. على سبيل المثال الشركات دلوقتي بدأت تبقى، أو مش بدأت يعني من فترة طبعا الكلام ده موجود، إن هي بتقدر تعرف القيمة المالية للبراند نيم بتاعها. قبل كوكاكولا وي 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 الشركات دي كلها بدأت توصل لأن مثلا
البراند نيم او العلامه التجاريه بتاعت كوكاكولا تساوي قد كده. طب عملت الكلام ده ازاي؟ عملت الكلام ده عن طريق انها بدات تحتكم لمجموعه من القواعد ومجموعه من المستثمرين عندهم استعداد يدفعوا قد ايه وياخدوا العلامه التجاريه دي، او لو خدوا العلامه التجاريه دي يقدروا يحققوا من وراها مكاسب قد ايه، او لما بيجي يبيع البرودكت بتاعه للناس كام في الميه من سعر البرودكت ده بيبقى راجع للعلامه التجاريه. زي مثلا ابل، من ضمن الحاجات ان الناس اللي بتشتري ابل هي عارفه وموقنه بان بيشتري ايفون هو دافع جزء من ثمنه في فكره ان هو بيشتري او بيشيل تليفون او موبايل من شركه ابل. وبالتالي هنا البراند نيم ليه ثمن، ليه قيمه. طيب المهم احنا عندنا دلوقتي البيزنس فاليو، ان احنا كنا بنتكلم ان البروجكت بيتعمل عشان يكرييت بزنس فاليو. طيب بروجكتس اند استراتيجيك بلاننج، ايه العلاقه ما بين المشروعات والاداره الاستراتيجيه؟ كنا بنتكلم عن علاقه البروجكتس بالاستراتيجيك بلاننج. الاستراتيجيك بلاننج ولا التخطيط الاستراتيجي، مفيش شركه او مؤسسه او حتى دوله ما بتحتاجش الاستراتيجيك بلاننج. فالاستراتيجيك بلاننج هو ضروري جدا لاي مؤسسه او اي اورجانيزيشن ايا كان. طب ايه علاقه بقى ما بين البروجكتس والاستراتيجيك بلاننج؟ ده هنشوفه دلوقتي. بس على سبيل المثال ايه هي الاستراتيجيك كونسيدريشن اللي ممكن تخلي بروجكت يبقى موجود او يظهر او يطلع للنور؟ ممكن ماركت ديماند. فور اكزامبل، شركه من شركات الاتصالات لقت ان الشركه المنافسه نزلت احد الانظمه اللي لاقى قبول جامد جدا وبدا يسحب منهم عملاء، واصبح فيه ضروره ان الماركت عايز النظام ده. فقررت شركه الاتصالات اللي هي اكس ان هي تعمل نظام منافس للنظام بتاع شركه الاتصالات واي. اذا بناء على ماركت ديماند الشركه قررت تطلق مشروع اسمه انشاء نظام دفع جديد او نظام مكالمات جديد يقدر يجتذب الشريحه من العملاء اللي راحت مننا. او استراتيجيك اوبورتونيتي او بزنس نيد. انا على سبيل المثال لقيت ان احنا كشركه بتشتغل في الانتاج او في شركه في تصنيع الاسمنت كمصنع، وشركه بتشتغل في تصنيع الاسمنت، في مبادره مطروحه او في ارض مطروحه في مكان معين نقدر نستخرج منه اسمنت او نقيم فيه اسمنت، نقيم في مصنع اسمنت وهكذا. فقررت ان انا استغل الفرصه دي واروح ابني مصنع في المكان ده لانه هيعزز فرصي جدا او هيضيف لي قيمه موجوده. او السوشيال ميديا، بنشوف شركات الاتصالات في اوقات مختلفه سواء في رمضان او في غير رمضان بتطلق مبادرات وبتعمل حاجات هدفها كله هو فكره السوشيال او الكوربريت سوشيال ريسبونسبيليتي او المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. تمام. فعلى سبيل المثال شركه فودافون مثلا اطلقت مؤسسه فودافون للاعمال الخيريه او يعني اسم مشابه للاسم ده، والمؤسسة دي بقت معنية بأنها تقدم خدمات للمجتمع غير هادفة للربح خالص. وشفنا قبل كده لما شركة تي اي ديتا قررت ان هي توصل المياه تقريبا لقرية اسمها زكي بالفيوم وهكذا. كل دي بتبقى من مشروعات ليها علاقة او ليها سوشيال نيد. طيب environmental consideration، لو احنا جينا بنتكلم دلوقتي ان في مصنع اسمنت اللي كنا اتكلمنا عليه من شوية، وجت هيئه بتاعت الرقابه البيئيه وقالت لي ان الاميشنز اللي بتطلع من المداخل بتاعتك فيها نسبه رصاص او بتحتوي على ملوثات والكلام ده ما ينفعش يحصل، وهندي لك فرصه شهرين لتصحيح الاوضاع. فلما جيت تشوف الاوضاع دي تصحح ازاي، لقيت ان انت محتاج تهد المداخل دي كلها وتبني مداخل جديده. اذا انت هتعمل البروجكت ده عشان environmental consideration. طيب الكاستمر ريكويست، زي شركات السوفت وير لما حضرتك بتروح لها بتقول لها انا عايز ابلكيشن، فبتبتدي تعمل بروجكت لبناء الايه؟ ابلكيشن ده
او شركات المقاولات، لما حضرتك تبني برج وتروح تتعاقد مع شركه مقاولات، فبناء على الريكوست بتاعك از كاستمر هي بتبتدي تنفذ البروجكت. تكنولوجيكال ادفانس، على سبيل المثال شركه من شركات الاتصالات قررت ان هي تحول، مثلا لو احنا جايين بنرجع كده مثلا بالزمن كذا سنه ورا، لما كانت شركات الاتصالات كلها شغاله 3G وكانت عايزه تعمل تطوير للشبكات بتاعتها من ال 3G لل 4G، وبالتالي هي هتطلق مشروع لاستبدال الهاردوير واستبدال او تطوير الابراج بتاعتها، وهنا بيبقى الباعث او الدافع على المشروع هو التكنولوجيكال ادفانس. ليجل ريكويرمنت ان انت في متطلب قانوني معين او في التزام قانوني بيجبرك ان حضرتك مثلا، يعني مثلا نقول ايه، نقول ان كان في قضيه مرفوعه على حضرتك او على شركه مثلا من الشركات، القضيه دي مرفوعه قدام جهاز حمايه المنافسه وضد الاحتكار، مقاومه الاحتكار وحمايه المنافسه، فحكم على الشركه ان هي تتقسم لجزئين. اذا في بروجكت هنا هيتعمل عشان نشوف ازاي الشركه ممكن تتقسم لجزئين. طبعا الاكزامبلز كتيره يا جماعه، وممكن كل واحد، يعني لو فتحت انا اصلا المشاركة هسمع من كل واحد ما شاء الله حاجات كتيرة جدا واكزامبلز على الحاجات دي. طيب نيجي هنا نتكلم عن برضو البروجكت كونتكست. البروجكت كونتكست المقصود بيها السياق ازاي المشاريع بتبدأ. زي ما احنا قلنا في السلايد اللي فات، ميت ريجولاتوري or legal or social requirement، تمام؟ زي ما احنا شفنا في السلايد اللي فات، يا اما satisfy stakeholder يا اما create improve or fix product. في النهاية انا بcreate البروجكت عشان اعمل حاجة من الحاجات دي. طيب نفس الكلام، احنا هنا بنتكلم عن البروجكت management importance، ايه هي اهمية ادارة المشروع. فقال لك ان البروجكت مانجمنت بت انيبلز الاورجانيزيشنز تو اكسكيوت بروجكتس افكتيفلي اند افيشنتلي. وقال لك ان الافيشنت او الافكتيف، وبالمناسبه في فرق بينهم هقول لكم عليه، بس خلينا نفوكس دلوقتي على الافكتيف بروجكت مانجمنت. بتعمل ايه؟ بتساعدك على ايه؟ او انت بتجني ايه من وراء الافكتيف بروجكت مانجمنت؟ اول حاجه بتميت البيزنس اوبجكتيفز، انت بتحقق اهداف البيزنس. ثاني حاجه ساتسفاي ستيك هولدر اكسبكتيشنز، ساتسفاي ستيك هولدرز اكسبكتيشنز. ثالث حاجه انكريز تشانسز اوف سكسس، بتزود فرص نجاح الشركه والمشروع. تو ديليفر ذا رايت برودكتس ات ذا رايت تايم، ان حضرتك تسلم منتجات المشروع او مخرجات المشروع النهائيه بشكل صحيح في الوقت الصحيح. respond to risks in a timely manner، تستجيب للمخاطر موجودة في المشروع في الوقت المناسب. manage change in a better manner، تقدر تدير أي change ممكن يحصل لك في المشروع بشكل كويس، لأنك متعلم إدارة مشروعات وتعرف إزاي manage the project effectively. على الجانب الآخر بقى، على الجانب الآخر عندي poorly managed projects، بجني من وراها ايه؟ بجني من وراها مس ديدلاينز، ما بقدرش التزم بالمواعيد بتاعت التسليم. كوست اوفر رانز، ببتدي اشتغل بتكاليف وبصرف اكتر من المخطط. بور كواليتي، ما بقدرش ديليفر كواليتي برودكت. ري ورك، بضطر اعيد الشغل اللي انا بعمله لان الشغل بقى فيه مشاكل. ان كنترولد اكسبانشن اوف ذا بروجكت، بتلاقي المشروع بيكبر منك وبيوسع منك وكل شويه حاجه جديده بتدخل في المشروع لان ده كله ان كنترول. لوس اوف ريبيوتيشن اوف ذا اورجانيزيشن، لوس اوف ريبيوتيشن اوف ذا اورجانيزيشن، حضرتك مع الوقت هتبص تلاقي الاورجانيزيشن بتاعت حضرتك بدات تفقد السمعه بتاعتها. اخر حاجه خالص فيلر ان اتشيفينج ذا بروجكت اوبجكتيفز، هو ان حضرتك بتفيل في انك تحقق البروجكت اوبجكتيف. طبعا دي مش اخر حاجه، هي اخر حاجه بس هي اهم حاجه، لان انا بشتغل ليه؟ عشان احقق الايه؟ الاوبجكتيفز. لما نيجي نتكلم بقى يا جماعه، ايه هو البروجكت مانجمنت؟ وات از بروجكت مانجمنت؟ كل ده اللي اتكلمنا فيه، ايه هي المشروعات، الفرق بينها وبين الاوبريشنز، ايه الفرق بينها وبين البيزنس،
ايه اللي بيخليني اعمل مشروع اصلا. دلوقتي بتكلم what is project management، ايه هو بقى اداره المشروعات دي؟ قال لك اداره المشروعات is the application of knowledge skills tools and techniques to the project objectives in order to meet the project requirements. ايه هي البروجكت ريكويرمنتس يا جماعه؟ البروجكت ريكويرمنتس هي المتطلبات بتاعه المشروع اللي انا محتاج احققها. على سبيل المثال، لو انا عايز ابني مول، فانا بقول والله انا عايز المول ده يتسع لكم محل، يكون ساعه كم محل، يكون كم دور، يكون مجهز بايه وايه وايه وايه, وإيه, وإيه. كل اللي انا بقوله ده يعتبر project requirements. طيب ايه هي project activities؟ هي بقى عمليات اللي هتقوم بيها، الحفر والبناء والتركيب والدهان وكل دي project activities. طيب ايه هي التولز والتكنيكس والسكيلز والنوليدج؟ هي كل الحاجات اللي احنا هنتعلمها في الكورس ده عشان نقدر نطبقها على project activities اللي قلنا عليها من شوية، عشان نحقق في النهاية الايه requirements اللي هي project requirements. تعالوا بقى نبص للهرم اللي قدامنا ده، ونبص عشان نتخيل موقع المشروع within الorganization. احنا الorganization بتاعتنا بتكون عندها حاجة اسمها mission وvision. mission وايه وvision، وايه الفرق ما بين المission والvision؟ وناس كتيرة بتخلط في دوت، وناس كبيرة وناس في مناصب مهمة يعني بتخلط ما بين المission والvision. بس خلينا نقول ببساطة، الفيجن هي الحلم بتاع المؤسسة اللي هي بتحلم أو بتطمح إن هي تحققه في فترة زمنية معينة. طب معنى كده إنها مش متحققة دلوقتي، يعني الفيجن ما بتبقاش حاصلة في الوقت اللي هنتكلم فيه، وإلا لو الفيجن متحققة يبقى أنا أصلا بشتغل عشان أعمل إيه؟ طيب هتقول لي ما هي دي ممكن تبقى الميشن. هقول لك آه، الميشن بقى على الجانب الآخر هو السبب اللي اتوجدت من أجله المؤسسة، والدور اللي بتمارسه المؤسسة أو الشركة في المجتمع أو في الماركت. تعالوا ناخد إكزامبل عشان نفهم موضوع الميشن والفيجن. لما نيجي نتكلم دلوقتي عن شركة من شركات الاتصالات، هنلاقي إن الميشن بتاعتهم إن هم يقدموا للناس خدمات اتصالات بجودة كويسة في النطاق الجغرافي بتاع مثلا جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية أو دولة الأردن أو السودان أيا كان. بس في النهاية هم بيعرفوا نفسهم، احنا بتوع كذا، احنا بنقدم كذا. الميشن بتاعتنا احنا موجودين في الماركت عشان نقاد الفاليو دي، عشان نحقق ده. اذن الميشن بتجاوب سؤال، لماذا وجدت هذه المؤسسة؟ لماذا وجدت هذه المؤسسة؟ ايه هو دورها في المجتمع؟ طيب الفيجن بتجاوب سؤال ايه؟ ايه هو الحاجة او ايه هو الحلم اللي المؤسسة دي بتحلم تحققه within period. period دي ممكن تبقى 1 year 3 years 5 years 10 years whatever. طيب ونيجي نسقط الكلام ده على شركة الاتصالات، هنلاقي ان مثلا شركة معاها 50% market share. اذا هي ليست المشغل رقم واحد في مصر الان، وليست تحوز 50% من الماركت شير. اذا المين بقى هنا بيكون اكثر ارتباطا بالبروجكتس؟ ده سؤال يا ريت تجاوبوه دلوقتي وانتم معايا. انا طبعا مش عايز اخد الاجابه منكم، بس كل واحد يجاوب السؤال دوت ويكتبه كده عنده في ورقه عشان يشوف هو بدا يبقى معايا اونلاين ولا ايه الدنيا. تمام، ايهما اكثر ارتباطا بالبروجكت، الفيجن اور الميشن؟ يا ريت تفكروا السؤال ده وانتم معايا دلوقتي. انا مش عايز منكم اجابه وما تكتبوليش اجابات، انا كل اللي عايزه انتوا تفكروا فيه، ايهما اكثر ارتباطا بالبروجكت، الميشن اور الفيجن؟ الاجابه هي الفيجن. ايه بقى العلاقه؟ ايه العلاقه ما بين الفيجن وما بين البروجكت؟ فقال لك ان الفيجن دي احنا قلنا ان هو الحلم اللي مش متحقق دلوقتي، واحنا من شويه قلنا ان البروجكت بيبقى موجود عشان يحقق الفيوتشر ستيت مش موجودة. يعني أنا النهاردة في الكارنت ستيت وعايز أروح للفيوتشر ستيت، مش الفيوتشر ستيت دي تنفع هي الفيجن وأقدر من خلال البروجيكس إن أنا أحقق الفيجن بتاعتي؟ آه هو كده، بس مش بالبساطة دي. الموضوع بيبقى عبارة عن إيه؟ ما
هي عبارة عن ان انا عندي فيجن، عندي رؤية، عندي حلم، عندي مين جول للمؤسسة عايز احققه. المين جول ببتدي امسكه واكسره لمجموعة من السب جولز او الاوبجكتيفز اللي انا اقدر اقيسها او اقدر يعني اوصفها بشكل كمي. جميل. طيب ابتدي بعد كده اقول والله الجول او السب جول ده او الاوبجكتيفز ده محتاج يتحقق، فانا احط له استراتيجيك بلان. هاجي بقى وانا بعمل الاستراتيجيك بلان هلاقيني بحط جوه الاستراتيجيك بلانز ايه؟ بروجكتس، اللي انا كنت لسه بحكي عليها من شويه لما قلت اكزامبل ان انا جبت واحد عنده المبيعات بتاعت الشركه منخفضه مش زي ما هو عايز، فجاب شركه استشارات بدات تعمل له تحليل قالت له انت محتاج تعمل كول سنتر ومحتاج تزود 20 او 16 حد في فريق المبيعات ومحتاج كمان مثلا انك تعمل اعلانات في المكان الفلاني وتعمل كذا. فاصبح كل واحد من دول بروجكتس بيساعد الشركه في تحقيق المين جول بتاعها اللي هو لما يتحقق هيسمع معايا فين؟ في الفيجن. طيب الحته المهمه اللي احنا عايزين بقى هنا نبتدي نسقطها ان احنا ظهر عندنا تو تيرمز جداد غير البروجكتس. الترم الاولاني اللي هو البورتفوليو او الحقيبه او الحافظه، والترم الثاني اللي هو البروجرام اللي هو يعتبر البرنامج بتاع المشروع. طيب تعالوا نشوف ايه علاقه ده بالجول وبالاستراتيجيك بلانز وبالبورتفوليوز والبروجرامز والكلام ده. انا نشوف في الدياجرام ده البورتفوليو يا جماعه هي الحاجه اللي انا بديها السب جول او الاوبجكتيف اللي موجود عندي واقول والله انا عندي جول فبدات اكون بورتفوليو لتحقيق الجول ده. على سبيل المثال الماركت شير كان 20 وانا عايز اخليه 25%، ده المين جول. فعشان احقق ده بدات اشوف عشان احقق اعمل ايه، لقيت عايز اعمل حاجات كتيره. فلما الحاجات الكتيره دي بدات تبقى مجموعه من المشاريع 9 مشروعات كده مع بعض، بدات اقول ايه، اقول اه انا بقى اجمع مجموعه المشروعات دي مع بعض كده في حاجه واقوم مسميها بروجرام. واقوم مسميها ايه بروجرام؟ دي مجموعه مشروعات ليها علاقه ببعض، دي مجموعه مشروعات ليها علاقه كلها بالريكروتمنت او الهيومن ريسورس، دي مجموعه مشروعات ليها علاقه بالهاردوير ابجريد، ودي مجموعه مشروعات ليها علاقه بالادفيرتايزنج ووركينج. فعندي بروجرام للماركتينج جواه مشروعات صغيره، كل مشروع منهم ان انا اعمل مجموعه لافتات في الشارع ده بروجكت، وان انا اسس موقع الكتروني ده بروجكت تاني، وان انا اعمل انشئ عندي مركز خدمه عملاء يعمل استطلاعات راي للعملاء يعرف مدى رضاهم عن الخدمه. اذا البروجرام بتاع الماركتينج اللي انا عامله عشان ازود الماركت شير بقى فيه تحتيه 3 بروجكتس. اذا انا عندي بورتفوليو اساسيه اسمها ايه؟ انكريز الماركت شير، او ان انت هتخلي الماركت شير بتاعك من 20% ل 25%. حلو. ال 5% دي اناليسز لقيتني عايز اعمل شويه حاجات، عايز اعمل حاجات في الماركتنج وحاجات في الهيومن ريسورسز وحاجات في الهاردوير. فالحاجات اللي هعملها في الماركتنج لقيت ان انا محتاج اخد شركات، اخد يفط على الدائري وعلى المحور وفي الشوارع، ومحتاج ابني موقع الكتروني، ومحتاج كمان اسس مركز خدمه عملاء يسمع راي الناس وياخد الفيدباك بتاعهم. بدات ان انا اعمل البروجرام، بدات اشوف شويه المشروعات، لقيت ان شويه المشروعات دي شبه بعضها وليها علاقه بالماركتنج، فرحت عامل حاجه اسمها ماركتنج بروجرام، وشويه حاجات تانية ليها علاقه بالتوظيف وتعديل في هيكل الاداري للشركه وبناء مش عارف منظومه استقطاب وحفاظ على الموظفين، رحت حاططهم في الاتش ار. بقى عندي اتش ار بروجرام، بقى عندي ماركتنج بروجرام، وعندي بروجكتس تحت كل بروجرام من البروجرامز. اذا انا باخد السب جول او الاوبجكتيف اكون بيه بورتفوليو، والبورتفوليو ازبير البروجكتس اللي جواها الم مجموعه المشروعات اللي الاوتكم بتاعها ريليتد ببعض او الكابابيلتيز بتاعتها ريليتد ببعض واحطهم في بروجرام، ويبقى التقسيمه عندي ان كل مجموعه مشروعات جوه بروجرام وكل مجموعه بروجرامز جوه ايه؟ جوه بورتفوليو. تمام. طيب وبالتالي الدنيا بقت عندي بالشكل ده اللي هو شايفينه قدامنا، ان انا عندي بورتفوليو جوه بروجرام. حد يسالني طب بس ده في بروجكت موجود لوحده جوه البورتفوليو، اقول له امر وارد، مش شرط ان كل حاجه جوه البورتفوليو تبقى بروجرامز، ممكن يبقى جوه البورتفوليو في بروجرام وفي بروجكت الاثنين مع بعض. طيب ده ممكن كمان يبقى عندي جوه البروجرام
سوري ممكن يبقى عندي في اكتر من بروجكت جوه البورتفوليو، في اكتر من بروجكت جوه الايه البروجرام. تعالوا كمان نشوف هي البروجرامز بتفوكس على ايه والبورتفوليو بتفوكس على ايه. طيب لما نيجي نشوف البروجرام اند بروجكت مانجمنت فوكس اون دوينج بروجرامز اند ذا بروجكتس ذا رايت واي. يعني ايه ذا رايت واي؟ يعني اعمل المشروع او البروجرام بشكل صحيح، اعمله بشكل صحيح. ولكن في البورتفوليو بقول لك ايه؟ بقول لك اعمل المشروع او البروجرام الصحيح. ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين شكل صحيح والصحيح؟ do the project in the right way and do the right project. بمعنى اصح وانت في البورتفوليو انت بتفوكس على ان حضرتك تختار المشروع الصح اللي يحقق السب جول او الاوبجكتيف بتاع البورتفوليو. وانس ان حضرتك اخترت وانت جاي بقى بتعمل بروجرام مانجمنت او بروجكت مانجمنت، اعمله صح. يعني المشروع يطلع في وقته، المشروع يحقق الاهداف بتاعته، يتنفذ بالبادجت بتاعته، يمشي على الجدول الزمني، المواصفات تبقى متحققه. دي معناها do it in right way. طيب على الجانب الاخر انا وانا بختار بقى انا عايز اشوف مين اللي هيعمل لي 5% الفرق دي في الماركت شير. انا عايز اعرف ده. فقعدت افكر وحدد كده مع نفسي، حد بيقول لي اعمل اعلانات، وحد تاني بيقول لي مش عارف اعمل عروض، وحد تاني بيقول لي كذا. فانا والله بخبرتي وبخبره الاستشاريين اللي انا استعنت بيهم لقيت ان الافضل ان انا اعمل ايه؟ بدل ما اعمل اعلانات اعمل عروض للعملاء تعود عليهم هم بالنفع، فهم اللي يعملوا لي بروموشن. هنا بختار ايه؟ انا بختار المشروع الصح اللي احطه جوه البورتفوليو عشان يحقق لي الجول بتاعي او يحقق لي الاوبجكتيف بتاعي. احنا بناخد كده الشكل اللي قدامنا ده كاكزامبل، ان انا عندي هنا بورتفوليو A وبروجرام B وبروجرام A وبروجرام B1 وبروجرام C and so on. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا هنا عندي بورتفوليو بينبثق منها، بيطلع منها بورتفوليو تانية وبيطلع منها تو بروجرامز، والبروجرامز كده يطلع منه سب بروجرام، والبروجكتس دي طالعة من في بروجكتس اتاشت دايركتلي للبورتفوليو زي بروجكت 1 وبروجكت 7، في بروجكتس اتاشت او ويذن البروجرام بي، في بروجكتس ويذن بروجرام بي 1، في بروجكتس ويذن بروجرام سي وويذن بروجرام اي. وعندي كمان شويه اوبريشن كده على جنب. ايه ده؟ يعني هو ممكن البورتفوليو يبقى فيها اوبريشن؟ البورتفوليو دي حاجه بتحقق لك استراتيجيك اوبجكتيف. فالاستراتيجيك اوبجكتيف اللي عند حضرتك ده عشان تحققه ممكن يبقى الموضوع محتاج منك بورتفوليو، محتاج منك بروجرام او سب بورتفوليو وبروجرام وبروجكت واوبريشنز اللي هو الشغل اللي ممكن ما يتفقش مع نفس الكاركترستكس بتاعه البروجكتس. تمام؟ طيب في الاخر خالص الشير دي ريسورسز اند ستيك هولدرز. طيب قلنا البروجرام البروجكتس ويزن البروجرام بتبقى ريليتد دايما بحاجه. فاحنا بنشوف البروجرام دلوقتي البروجكتس ويزن البروجرام بتبقى ريليتد بايه؟ قال لك ريليتد ثرو ذا كومن اوتكمز اور كولكتيف كابابيلتي. ثرو كومن اوتكمز اور كولكتيف كابابيلتي. بروجرامز مانجمنت بتفوكس على ايه يا جماعه؟ بتفوكس على الانتر ديبندنسز and helps to determine the optimal approach of managing them. يعني بتشوف الارتباط ما بين الحاجات وبعضها. لما كنا نتكلم دلوقتي في البروجرام بتاع الماركتينج اللي فيه دعايه واللي فيه موقع الكتروني واللي فيه كاستمر او كول سنتر هيتاسس، خلاص الحاجات دي بيكون في ارتباط بينها وبين بعضها، الويب سايت والدعايه. ما هو الويب سايت ده اسمه هيتكتب هنا، وفي نفس الوقت انا ممكن اصور الحاجات دي واحطها في الويب سايت، وممكن تبقى في حاجات هنا في البروجكت ده معتمده على حاجات في البروجكت التاني وهكذا. وبالتالي انا هحتاج ان انا ابقى ادير الانتر ديبندنسز او الترابط او الاعتماديه اللي ما بين البروجكتس دي وبعضها.
فانا كبروجرام مانجر انا بفوكس على الانتر ديبندنسز والافضل طريقه لتنفيذ مجموعه المشروعات دي عشان احقق في النهايه الهدف المطلوب من البروجرام ده. تمام. طيب تعالوا ناخد اكزامبل. عندي a new communication satellite system. ده عباره عن نظام قمر صناعي. النظام قمر صناعي ده بالنسبه لي يكون ان انا اعمل القمر الصناعي ده كله انا هعتبره ده بروجرام بالنسبه لي. طيب ايه هي البروجكتس اللي جواه بقى؟ قال لك الديزاين اوف ذا ساتلايت، ثاني حاجه ذا جراوند ستيشنز، ثالث حاجه ذا كونستراكشن اوف ايتش، رابع حاجه ذا انتجريشن اوف ذا سيستم، خامس حاجه ذا لانش اوف ذا ساتلايت، اطلاق القمر الصناعي. كل دي مشروعات منفصله بس كلها مرتبطه ببعضها انها في النهايه هتطلع لي اوتكم واحد الا وهو النيو ساتلايت سيستم. فالنيو ساتلايت سيستم دوت هو البروجرام ومجموعه الحاجات دي هي المشروعات اللي مع بعضها هتحقق لي النيو ساتلايت سيستم. البورتفوليو او البورتفوليو بيبقى جواها بروجرامز وممكن يبقى جواها بروجكتس، ومش شرط يكونوا مرتبطين ببعض. يعني انا دلوقتي لما اعمل مثلا حاجة عشان تنكريز الماركت شير مش شرط يكون كل مرتبطة ببعضها، ممكن اعمل حاجة عشان تماكسمايز الريتيرن اون انفستمنت او العائد على ماكسمايز العائد على الاستثمار اللي هي ماكسمايز الار او اي. فابتدي اخد مشروعات وبروجرامز في اتجاهات مختلفة عشان اماكسمايز الار او اي او اماكسمايز البروفيت بتاع الشير. قالك البورتفوليو مانجمنت فوكسز اون انشورينج ذات بروجكتس اند بروجرامز ار ريفيود تو برايتورايز ريسورس الوكيشن. ان انا مثلا عندي ريسورس ممكن يبقى في البروجرام ده او البروجرام ده او البروجرام ده، فانا محتاج كبورتفوليو مانجر ابتدي احط اولوياتي عشان اشوف احط الريسورس ده في انهي بروجرام من البروجرامز دي او انهي بروجكتس من البروجكتس. كمان هو في البورتفوليو مانجمنت بيحتاج يتاكد ان المانجمنت اللي بتتم في البورتفوليو كونسيستنت وذ اند الاين تو اورجانيزيشنال استراتيجي، ان فعلا اللي بيحصل ده هيؤدي الى تحقيق الاستراتيجيك جول اللي موجود عندي. تمام. ده اكزامبل على البورتفوليو ان انفراستراكشر فيرم، يعني مؤسسه متخصصه في البنى التحتيه او في انشاء البنى التحتيه وعندها استراتيجيك اوبجكتيف ماكسمايزنج ذا ريتيرن اون اتس انفستمنت اللي هو تعظيم العائد على الاستثمار الار او اي. ممكن تعمل ايه عشان تماكسمايز الار او اي بتاعها؟ فقالت لك ان هي هتعمل بورتفوليو مكونه من مجموعه من البروجكتس، ميكس من ايه بقى؟ بروجكتس في مجال الاويل، في مجال الاويل اند جاس، مجال الباور، مجال الواتر، روتس، ريل اند ايربورت، حاجات مالهاش علاقه ببعض. في علاقه الايربورتس بالواتر بالباور مالهاش علاقه ببعض، بس كل واحد من دول لما تيجي تعمله هيحقق او هيساهم في تحقيق الاستراتيجيك اوبجكتيف اللي موجود عندي اللي هو اسمه ايه؟ ماكسمايزنج ذا ريتيرن اون انفستمنت. تمام. اورجانيزيشنال بروجكت مانجمنت اند استراتيجيز. فين البروجكتس يا جماعه؟ ادي علاقه الاستراتيجي والبورتفوليو والبروجرام والبروجكت والاوبريشن. احنا بنحاول كل ده يا جماعه نربط لكم الدنيا ببعضها بحيث ان نبقى عارفين موقع المشروع ايه within الاورجانيزيشن. خلاص. طيب انا بيكون عندي في الاساس استراتيجي او استراتيجيك اوبجكتيف، ببتدي بناء عليها اكون بورتفوليو. تمام. فانا هنا باخد ديسيجنز على مستوى الفاليو او باخد فاليو ديسيجنز. تمام. يعني انا هعمل ايه يحقق لي فاليو، انا هعمل ايه يحقق لي ايه فاليو. طيب البورتفوليو بدات ان انا اطلع منها او اعمل او ينبثق منها بروجرامز اند بروجكتس زي ما كنا بنتكلم. فالبروجرامز اند بروجكتس بتفوكس على ان هي تديليفر ريزلت، ريزلت دليفري. بعد ما بديليفر الريزلت بقوم عامل ايه؟ بقوم عامل هاند اوفر الريزلت بتاعتي دي للاوبريشن. الاوبريشن اللي هو التشغيل. على سبيل المثال مثلا لما انا كنت ببني مول مصر، انا بعد ما ببني مول مصر بقوم اسلمه لاداره تشغيل المول عشان تبتدي تريلايز
الفاليو او البيزنس فاليو اللي انا عامله ليه. انا عامل اصلا مول مصر ليه؟ انا عامل مول مصر عشان احقق ارباح. طيب عشان احقق الارباح دي انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج البروجكت ده يتم تشغيله، يتم تاجير المحلات، يتم فتح المول امام رواد المول عشان يجوا يشتروا ويصرفوا والناس تدفع الايجار وانا اقدر احقق الارباح. اذا الاوبريشنز هنا عشان نقدر انا لازم اتليفر او هاند اوفر الريزلت بتاعت البروجكت للاوبريشنز عشان يحصل رياليزيشن للبيزنس فاليو. تمام؟ فانا عندي هنا اللي انا كنت بكلمك عليه اللي هو الاستراتيجي بعدين بورتفوليو بعدين بروجرامز وبروجكتس وفي الاخر اوبريشن. طبعا من هنا بورتفوليو ريفيو اند ادجستمنت، دايما بيحصل ادجستمنت وريفيو، وهنا فيدباك كفيدباك من البروجرامز. انا هنا بزنس امباكت اناليسيس، ببتدي اشوف الامباكت على البيزنس ايه، بعمل اناليسيس للقصه دي. وهنا برضو بعمل اناليسيس للفاليو، هل فعلا انا ادركت الفاليو اللي انا كنت مخطط لها وخدت ديسيجنز بناء عليها؟ يعني انا قررت اعمل مول مصر وكنت عايز احقق بروفيت، هل بعد ما بدات اشغل في بروفيت فعلا بيتحقق او في ريفينوز بتتحقق من المول؟ طيب نتكلم في حاجه جديده ومهمه هي البروجكتس اند ديفلوبمنت لايف سايكل. تمام؟ الديفلوبمنت لايف سايكل اللي هي دوره تطور المشروع او دوره حياه المشروع. A project life cycle is a series of phases that a project passes through from its start to completion. هي مجموعة من الأطوار بيمر بها المشروع من بدايته لحد نهاية. It provides a basic framework for managing the project. بتقدم الفريمورك الأساسي عشان أقدر أدير من خلاله المشروع. This basic framework applies regardless of the specific project work involved. يعني بغض النظر إيه هو نوع المشروع اللي أنا بعمله، دايما هنلاقي ان البيزك فريم ورك دي دايما بتطبقها ودايما ابلايد. The phases may be sequential, iterative or overlapping. Sequential يعني متسلسله، يعني عندي phase 1 ثم phase 2 ثم phase 3، او iterative يعني متكرره phase 1 وبعدين ببتدي اكرر phase 2 phase 3 at the same time، او overlapping اللي هم بيبقوا starting وending هنشوفهم دلوقتي كلهم. All projects can map to the generic life cycle. The generic life cycle اللي موجودة عندي يا جماعة هي starting the project, organizing and preparing, carrying out the work, ending the project. بيقول لك إن أي مشروع أو دي generic life cycle، دي life cycle العامة لأي مشروع. أي مشروع بيمر بمجموعة المراحل دي، إن هو يستارت ويorganize ويprepare وبعدين carrying out the work وفي الآخر خالص ending the project. بس طيب process groups بيكون موجود عندي البروسيس جروبس برضه هنشوفها. عندي الفيز جيت والبروجكت فيز والبوتنشال يوز والكلام ده كله هنشوفه دلوقتي. عندي كمان الديفلوبمنت لايف سايكل. الديفلوبمنت لايف سايكل عندي 5 تايبس اوف ديفلوبمنت لايف سايكلز. في عندي حاجه اسمها بريدكتيف، وفي حاجه اسمها ايتريتيف وانكريمنتال وادابتيف وهايبريد. طب عشان نبقى عارفين بس الديفلوبمنت لايف سايكل او ديفلوبمنت ابروتش هو ايه؟ ايه هو development approach اصلا؟ development approach معناه ان انا هتقدم في المشروع ده لقدام ازاي؟ المشروع ده هيكتمل او هيبقى خلص بانهي approach؟ هتبع انهي طريقة من طرق التنفيذ، مش التكنيكاليتي، انا بتكلم من الابروتشز او التصور او شكل من اشكال التنفيذ عشان اخلص المشروع. اول حاجه البريدكتيف، اما بين قوسين كده بنسميها الواتر فول. الواتر فول او البريدكتيف هي ان حضرتك تبقى عارف كل الريكويرمنتس المطلوبه في المشروع ده مسبقا، وتخلص جمع كل الريكويرمنتس مسبقا، وبعدين تبتدي تنفذ المشروع كله، وبعدين تروح مش كله يعني، بس بتنفذ البارتس او الدليفربلز بتاعت المشروع وبعدين تبتدي تدخل في التسليم. طيب ده كده اللي احنا بنقول عليه البريدكتيف. بريدكتيف جايه من ان احنا عايزين نبريدكت كل حاجه في الاول، عايزين نتوقع كل حاجه في الاول. طيب نتوقع كل حاجه في الاول
عشان نبقى جمعنا كل الريكويرمنتس او على قد ما نقدر ريكويرمنتس او على قد ما احنا قادرين نشوف دلوقتي ريكويرمنتس وبعدين نشتغل. طيب الايتريتيف ايه هو الايتريتيف؟ الايتريتيف ان حضرتك بدل ما كنت بتعمل كده لا ده انت بتاخد الريكويرمنتس بتاعتك وبعدين تبتدي تروح تنفذ وبعدين ترجع تاخد ريكويرمنتس اكتر او ترجع تعرف اكتر او ترجع تجمع ريكويرمنتس تاني وبعدين تروح تنفذ وهكذا. بدل ما كنت بتاخد المشروع كله وان شوت بقت بتاخده بشكل متكرر، تعمل وتروح تظبط وترجع تاني وتاخد فيدباك وهكذا. الانكريمنتال انت بتعمل حاجه زي الايتريتيف بس على بارتس، بتبتدي تاخد حته تظبطها وبعدين تعمل حته ثانيه وهكذا، تفضل تعمل مشروع بشكل تزايدي او بشكل انكريمنتال لحد ما توصل للنهايه. الادابتيف بيكون ميكس ما بين الايتريتيف والانكريمنتال، ان انت بتريبيت وات ذا سيم تايم بتانكريمنت، حضرتك بتريبيت بتبتدي تالابوريت وفي نفس الوقت بت ايه بتانكريمنت. تمام. طيب الهايبريد، الهايبريد هو ميكس ما بين البريدكتيف والادابتيف، وباي ذا واي الادابتيف، الادابتيف ده اللي احنا بنقول عليه الاجايل. تمام. او الاجايل ده يعتبر ادابتيف. خلاص. طيب الجزئيه او تعال ناخد اكزامبل كده عشان نقدر نفهم الحاجات دي كلها. هنفترض ان احنا عندنا بروجكت ان احنا نبني تمثال من التماثيل، ننحت تمثال يعني. طيب انا لو انا جيت قعدت مع اللي عايز يعمل التمثال ده وقعدت اساله عن كل صغيره وكبيره، عن مقاس العين ومقاس الصباع ومقاس والطول والوزن والوش والشعر وكل حاجه وكل حاجه كل تفاصيل، وجمعت كل التفاصيل من كل انواع وبعدين رحت حفرت او نحت التمثال ده وخلصته كله وبعدين رحت خدت التمثال ورحت او جبت الشخص يشوف عندي التمثال ده، فانا كده اشتغلت بريدكتيف. تمام. تمام. طيب لو انا، لو انا رحت سالته شويه اسئله سطحيه ورحت بنيت شكل تقريبي على حسب الاسئله السطحيه وبعدين وريته له وبعدين قعدت اخد فيدباك وبعدين تاني رحت حسنت في الشكل عشان يقرب من الحاجات اللي انا عرفتها منه وعالجت الحاجات اللي انا عملتها غلط وبعدين وريته له وبعدين خدت تاني وقعدت انحت اكتر عشان اطلع التفاصيل اكتر عشان تظهر لي اكتر وبعدين قعدت اكرر القصه دي كلها، انا كده اشتغلت ايتريتيف. طيب انكريمنتال ان انا اعمل الكلام ده، امسك بدل ما اشتغل التمثال كله مره واحده، لا انا امسك الايد اجمع عنها معلومات كويس قوي وابنيها، او بلاش امسك البادي الاساسي اجمع عنه معلومات كويس وبعدين ابنيه، وبعدين امسك الدراع اليمين اجمع عنه معلومات وبعدين ابنيه، وبعدين امسك الدراع الشمال اجمع عنه معلومات وبعدين ابنيه، وبعدين الراس وبعدين العينين وبعدين وبعدين، كل شويه بانكريمنت حته وبشتغل نفس الطريقه. طيب لو جيت بقى بدات اعمل اللي انا عملته مع البادي كله في الايتريتيف بس عملته بس مع الدراع، يعني بنيت الدراع بس بنفس طريقه الايتريتيف، قبل اخد معلومات اساسيه ما اخدش كل الديتيلز وبعدين اروح على الاونر او الكاستمر او الستيك هولدر او السبونسر وات ايفر هيكون مين الريفرنس بتاعي واخد منه فيدباك وابتدي اظبط الايد واعمل الكلام ده في الايد واعمل الكلام ده في الايد الثانيه واعمل الكلام ده في الايد الثالثه وهكذا. الميكس ما بين الايتريتيف والانكريمنتال اللي انا عملته في النهايه اللي هو الايه الادابتيف، والحته بتاعت ايه الميكس ما بين الهايبريد والادابت، الميكس ما بين البريدكتيف والادابتيف اللي هو الهايبريد. مش شرط يا جماعه ان انا امشي المشروع كله بطريقه واحده، ممكن مشيت في الاول بريدكتيف وبعدين كملت ادابتيف او العكس، فانا بغير في الديفلوبمنت ابروتشز. تعالوا نجو على دي الفيزس بتاعت المشروع اللي كنا بنقول عليه من شويه سيكوينشال وبنقول عليها اتريتيف او اتريتيف وبنقول عليها اوفرلابنج. فدول تو اوفرلابنج فيزس. انا ببيلد نيو فاكتوري، النيو فاكتوري اللي انا ببيلده ده في بروجكت او في فيز
بتاع ديزاين وفيز بتاع الكونستراكشن. بس انا مش هستنى لحد ما الفيز بتاع ديزاين يخلص عشان ابدا في الكونستراكشن، فهبدا في الفيز بتاع الكونستراكشن قبل ما الديزاين فيز يخلص، وبالتالي اصبح كده ده اوفرلابنج، يعتبر اوفرلابنج ايه فيزز. تمام. لما نيجي نتكلم بقى عن المشروع وازاي بنمشي المشروع او ازاي ايه اللي بيبقى جوه المشروع، قال لك المشروع ده بيبقى عباره عن مجموعه من العمليات حضرتك بتنفذها، فلما تنفذ العمليات دي ورا بعضها او مع بعضها او قبل بعضها وبعد بعضها تقدر في النهايه تحقق الايه اللي تنتج او توصل للديليفربلز وبالتالي تحقق البروجكت اوبجكتيفز. فقال لك ان انا هلم كل شويه مجموعات في كل شويه عمليات related بفيز معين او related بمرحله معينه في المشروع مع بعضها واسميهم باسم. فمجموعه عمليات اللي related ببدء المشروع اسميهم initiating process group، مجموعه العمليات المرتبطه ببدء المشروع. طيب مجموعه العمليات الخاصه بالتخطيط للمشروع اسميها planning process group، مجموعة العمليات الخاصة بالإكسكيوتينج نسميها إكسكيوتينج بروسس جروب اللي هو التنفيذ، مجموعة العمليات الخاصة بالمونيتور أند كنترول بروسس جروب هسميها إيه؟ مونيتور أند كنترول بروسس جروب اللي هو الإشراف والمراقبة، وآخر حاجة خالص كلوزينج بروسس جروب اللي هو مجموعة العمليات الخاصة بالإغلاق. تحت كل مجموعة عمليات في عمليات هي دي اللي هنقعد ندرس فيها خلال الكورس. طيب لما نيجي نبص على البروسيسز دي يا جماعه او على البروسيس جروبس دي هنلاقيها مش منفصله، يعني انا ما عنديش انيشيتنج في حته وعندي بلاننج في حته وعندي مونيتور اند كنترول في حته، هلاقيها كلها متداخله مع بعضها. الانيشيتنج بروسيس جروب دي بتكون دايما في اول مشروع وانا بمشي عليها اهو بالايه بالليزر بين عشان حضرتك تشوفها، هي دي بتكون غالبا لما نيجي نقول كده ان ده level of process interaction versus time، فهنلاقي ان مجموعة العمليات الخاصة بالبدء او initiating process group بتبقى في المرحلة اللي في الاول. طيب بيبدأ بعدها بحاجة بسيطة جدا planning process group اللي هي انا ماشي عليها اللي هو الخط المتصل مش المتقطع، الخط المتصل ده دي اللي هي الايه planning process group. طيب بالتوازي مع الانيشيتنج اصلا في نفس اللحظه بتاعت الانيشيتنج بتكون بدات معايا المونيتور اند كنترول بروسيس جروب اللي هو الخط الايه الشرطه والنقطه المتقطع بس في نقاط اللي هو ده. تمام دي بتبدا من اول المشروع لحد اخره. طيب على الجانب كمان الاكسكيوتنج بيبدا بعد البلاننج بشويه صغيره ويفضل مستمر ويعلى ويعلى وبعدين ينزل قبل الايه قبل الكلوزنج. نيجي نبص بقى على الكلوزنج اللي هو اغلاق المشروع او انهاء المشروع بنلاقيه بيبدا ممكن يبدا من منتصف المشروع او من يعني خلال البروسيسز الثانيه ما هي شغاله وينتهي معايا في الاخر خالص زي ما احنا شايفين اهو ده الكلوزنج بروسيس جروب. لما نيجي نبص كمان على ايه هي السايكل اللي بتتبعها اي بروسيس ويذين البروجكت مانجمنت، في عندنا حاجه اسمها في حد اسمه ادوارد ديمينج. ادوارد ديمينج ده قال ان اي بروسيس او حضرتك لما بتيجي تشتغل وعايز تشتغل بشكل كويس بتتبع حاجه اسمها بيتكا. بيتكا يعني ايه؟ بيتكا اختصار اربع حروف بلان دو تشيك اكت، بلان دو تشيك اكت يعني خطط نفذ اطمن ان اللي انت نفذته زي المخطط وبعدين خد اكشن بناء على الريزلت بتاع التشيك. اجين بلان دو تشيك اكت، بلان دو تشيك اكت بتكا، بلان خطط دو نفذ تشيك اطمن ان اللي انت نفذته ماشي حسب المخطط، اخر حاجه خد اكشن بناء على الريزلت. يعني لو طلع ان اللي حضرتك نفذته مش مطابق للي خططت له خد اجراء تصحيحي عشان تقدر ان انت ايه تحقق المخطط. طيب وبعدين ما هو بعد الاكت ايه بلان تاني
ودو تشيك واكت وتفضل في السايكل دي على طول عشان تقدر توصل انت عايز. فقال لك ان الانيشيتنج والبلاننج والمونيتور اند كنترول اكسكيوتنج بيحاكوا نفس السايكل. نحن في المشروع بنحاكي نفس السايكل. بنقول ايه اول حاجه انيشيت، ده انا ببدا بلان اللي هو بلان عندنا، اكسكيوت اللي هو دو، مونيتور اند كنترول اللي هو تشيك، في الاخر خالص اكت اللي هو هيبقى النيو بلان اللي انا بعملها او الكلوز بتاع المشروع. تمام. طيب دايما كل بروسيس هتواجهنا في اداره المشروعات يا جماعه او في الكورس بتاعنا هتكون على الشكل الاتي، هتكون عباره عن انبوتس مدخلات واوتبوتس مخرجات، وفي النص تولز اند تكنيكس لما اطبقها على المدخلات اللي هي الانبوتس تديني المخرجات اللي هي الاوتبوتس، ودي بتكون documents or documental items that will be acted upon. والتولز والتكنيكس هي الميكانيزم اللي انا هطبقها ليه. بمعنى انا ناخد اكزامبل كده، انا النهارده عشان اخد كتاب مطبوع او بلاش كتاب مطبوع، مذكره بتاعت اي ماده كده من 10 صفحات، انا عايز ايه؟ هي دي في النهايه المخرجات اللي انا عايزها، المذكره دي هي المخرجات اللي انا عايزها. طيب ايه المدخلات بتاعتي؟ المدخلات هتبقى الاصل اللي انا هصوره وورق وحبر وطبعه، صح؟ وايه هو التكنيك او الميكانيزم ان انا هقوم فاتح الباب بتاع مكان التصوير واقوم حاطط الاصل واقوم حاطط الورقه البيضاء من الناحيه الثانيه واقوم واخد الصوره متصوره. فببساطه شديده الصوره اللي طلعت في النهايه دي هي الاوتبوت، و الانبوتس بتاعتي اللي هو الورق والحبر والاصل والمكنه والدنيا دي كلها، ممكن المكنه كمان تتحط من ضمن التولز او الميكانيزمز اللي عندي مش من ضمن المدخلات لانها ثابته، بحط لها كل مره مدخلات مختلفه. تمام. فهو ده ببساطه انبوتس تولز اند تكنيكس واوتبوتس. احنا شفنا من شويه البروسيس جروبس، وقلنا البروسيس جروبس دي عباره عن مجموعات انا جمعت في كل مجموعه منهم مجموعه من العمليات اللي مرتبطه بمرحله من مراحل المشروع. طيب في حاجه كمان اسمها نولج اريا. نولج اريا هي منطقه معرفيه، المنطقه المعرفيه دي بجمع فيها المجموعه العمليات المرتبطه بمنطقه معرفيه معينه، زي مثلا السكادول، زي الكوست، زي الريسورسز، زي الريسك. كل دي تعتبر مناطق معرفية مختلفة بجمع within each knowledge area or within every knowledge area مجموعة العمليات المرتبطة بالريسك، مجموعة العمليات المرتبطة بالسكادول، مجموعة العمليات المرتبطة بالسكوب، مجموعة العمليات المرتبطة وهكذا. طب عندي كام knowledge area يا جماعة؟ أنا عندي هنا integration project integration management scope project scope management project schedule management project cost management project quality management project resources management project communications management project risk management project procurement management project stakeholders management. تمام. دي كل النوليدج اريا، وهي دي اللي احنا هندرسها خلال الكورس بتاعنا. طيب عندي ثلاث انواع من البروسيسز. في بروسيس بتبقى بتتنفذ مره او at predefined point، يعني مثلا لما باجي اقول ابدا المشروع انا مش كل شويه هقول ابدا المشروع، بنفذها مره او at predefined points لو انا ببدا فيز مش ببدا مشروع. في بروسيس بتتنفذ periodically as needed، يعني بتنفذ بشكل دوري كلما دعت الحاجه، يعني كل ما احتاج مثلا اروح اعمل ابديت للبروجكت مانجمنت، انا كل ما بيبقى فيه بروح اعمل ابديت، دي بتبقى ايه؟ performed periodically as needed. طيب في النوع الثالث اللي هو performed continuously throughout the project. على سبيل المثال المونيتور اند كنترول بروسيس جروب معظم البروسيسز فيها بتبقى بتتنفذ بشكل مستمر على مدار المشروع، انت على طول بتعمل مونيتور، انت على طول بتعمل متابعه للشغل، انت ما بتوقفش ده، انت ما بتجيش في وقت معين وتعملها، لا انت على طول بتتابع الشغل، على طول بتمونيتور، على طول بتكنترول. تمام. طيب لو جينا بصينا في المايند ماب اللي قدامنا دي، طبعا انتوا ممكن تكونوا دلوقتي طبعا اللي بس من الموبايل اكيد مش شايف اي حاجه في اي اتجاه، بس ان شاء الله يعني ايه دي لما تشوفها من الكمبيوتر هتبقى مرئيه كويس بالنسبه الناس اللي شغاله من الكمبيوتر اكيد شايفه. دي مايند ماب يا جماعه لكل البروسيسز بتاع البروجكت
حسب الاصدار السادس، لان البروسيس دي حسب الاصدار السادس غير الخامس غير الرابع، عدد البروسيس مختلف. احنا عندنا هنا 49 بروسيسز، 49 بروسيس خلاص متقسمين حسب البروسيس جروبس: انيشيتنج، بلاننج، اكسكيوتنج، مونيتورنج اند كنترول، وكلوزنج. خلاص طيب، انيشيتنج فيها هنا 2 بروسيسز، بلاننج فيها تقريبا 24 بروسيسز، بعدين اكسكيوتنج، وبعدين مونيتور اند كنترول، وبعدين كلوزنج بروسيس واحد. دي مجموعه العمليات اللي تحت اداره المشروعات اللي احنا هندرسها طول الكورس، متقسمه حسب البروسيس جروب. عندنا كمان ده زي هيستوجرام كده مرسوم للبروسيس جروبس، بيوريك تحت كل بروسيس جروب في كام بروسيس. هنا في الانيشيتنج 2، في البلاننج 24، في الاكسكيوتنج 10، في المونيتور اند كنترول 12، وهنا كلوزنج. المجموع كله 49، وهم دول 49 بروسيس اللي احنا هندرسهم في الكورس بتاعنا. طيب دي برضو مايند ماب، بس متقسمه بالنولج اريا. النولج ارياز اللي احنا قلناها من شويه اللي هي انتجريشن، سكوب، سكادول، كوست، كواليتي، ريسورسز، كوميونيكيشنز، ريسك، ريكويرمنت، ستيك هولدر، اند سو اون. تمام، دي تعتبر نفس هم يا جماعه. على فكره دي مش بروسيسز مختلفه عن اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. هم ال 49 بس عمل لهم جروبنج بشكل مختلف. بعد ما كنت ماسك اللي بتبقى من كل البروسيسز اللي موجودين في البلاننج حطيتهم مع بعض، لا مسكت البروسيسز الخاصه بالسكيدول في البلاننج وجبتهم هنا ايه مع السكيدول، والمش عارف خدت بقى الشغل في البلاننج دول قسمتهم على كل النولج ارياز اللي عندي. خلاص ده برضو زي هيستوجرام على للبروسيسز، متقسمين حسب النولج اريا 7 6 6 4 3 6 3 7 3 4 and so on. دي ماتريكس يا جماعه مجمعه لك كل البروسيسز وجايبه لك فوق البروسيس جروبس كلها، وهنا النولج اريا. لان زي ما قلت لك هم دول مش بروسيسز غير دول، هم دول، بس ده بشوفه من برسبكتيف معين وده بشوفه من برسبكتيف معين. لو انا مثلا جيت بصيت هنا، خلينا نعمل كده زومنج يا جماعه عشان الدنيا تبقى واضحه. مثلا هنا كده انا لو بصيت كده عندي على اول كولم اللي هو مكتوب عليه انيشيتنج بروسيس جروب، اللي مكتوب عليه ايه انيشيتنج بروسيس جروب. فالانيشيتنج بروسيس جروب ده تحتيه ايه؟ تحتيه ديفلوب بروجكت تشارتر، وهفضل ماشي 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 لحد تحت لحد ما الاقي تاني بروسيس اللي هي اسمها ايه ايدنتيفاي ستيك هولدرز، وهم دول الايه الاثنين بروسيسز اللي احنا بنتكلم عليهم. طيب لما نيجي هنا بقى ابص من الناحيه دي على سبيل المثال مثلا يعني خلينا ناخد البلاننج. طيب البلاننج بروسيس جروبس انا عندي هنا ايه؟ عندي هنا ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، وعندي هنا بقى دي كده عندي هنا ايه ادي بروسيس اهي، ودي واحد تحت بقى كمان في السكوب ادي بلان سكوب مانجمنت، كولكت ريكويرمنتس، ديفاين سكوب، كرييت دبليو بي اس. دول اربع بروسيسز، وبعدين هنزل في السكيدول الاقي بروسيسز، وهنزل في الكوست الاقي بروسيسز، هنزل في بلان كواليتي مانجمنت الاقي سوري هنزل في الكواليتي الاقي بروسيس واحده، هنزل في الريسورسز الاقي تو بروسيسز، هنزل في الكوميونيكيشن الاقي بروسيس، وهنا الريسك، وهنا البروكيورمنت، وهنا الستيك هولدر، والمجموع كله كام؟ 24 اللي انا قلت عليه. طيب تعالوا نمشي بقى كده بالعرض. ادي سكوب مانجمنت بلان. سكوب مانجمنت بلان ما عندهاش اي بروسيسز في الانيشيتنج بروسيس جروب، اهو فاضي اهو. طيب نيجي في البلاننج بروسيس جروبس، انا عندي هنا كام؟ عندي 4 بروسيسز: بلان سكوب مانجمنت، كولكت ريكويرمنتس، ديفاين سكوب، كرييت دبليو بي اس. اوكي يبقى انا عندي هنا تحت البلاننج هنا ايه في 4 بروسيسز. طيب نيجي في الاكسكيوتنج، مفيش في السكوب حاجه في الاكسكيوتنج. نيجي في المونيتور اند كنترول في 2 بروسيسز: فاليديت سكوب وكنترول سكوب. ونيجي في الكلوزنج مفيش حاجه. اصبح المجموع عندي هنا ايه 6 بروسيس جروبس، 6 بروسيسز سوري 6 بروسيسز. فببساطه شديده ادي ماتريكس قدامك بتوريك كل البروسيسز اللي موجوده عندك، سواء حبيت تبص من فوق وتشوف البروسيس جروبس او تبص من الشمال وتشوف النولج اريز. الحاجات اللي بالاحمر دي يا جماعه طبعا يعني ده كان الماتريكس اللي اشتغلنا عليها اول ما بدانا نشتغل على فيرجن 6، فكنا بنحاول نوضح الفرق ما بين فيرجن 5 وفيرجن 6. اللي بالاحمر دي كلها فروق ما كانتش موجوده في الفيرجن 5، وبالتالي احنا معاملينها بالاحمر عشان نوري للناس ساعتها ان احنا
ايه هي الفروق او ايه الحاجات اللي اختلفت ما بين الفيرجن 5 وفيرجن 6. طيب عندي هنا ده المجموع النهائي زي ما انا قلت قبل كده 49 دول هم مجموع البروسيسز اللي هنا، هم برضو مجموع البروسيسز اللي ايه اللي فوق هنا تمام كله خلاص. يعني تاني كده ايه واضحه الماتريكس. نتكلم عن حته مهمه قوي هي البروجكت انفورميشن اللي هي معلومات المشروع. في البروجكت انفورميشن لازم نعرف ثلاث حاجات اساسيين ولازم يبقوا واضحين ليكم عشان دول هيفرقوا في فهمكم قدام ان شاء الله. في عندي حاجه اسمها ورك بيرفورمانس داتا، حاجه اسمها ورك بيرفورمانس انفورميشن، وحاجه اسمها ورك بيرفورمانس ريبورتس. ايه الفرق ما بين الورك بيرفورمانس داتا والورك بيرفورمانس انفورميشن والورك بيرفورمانس ريبورتس؟ الورك بيرفورمانس داتا هي البيانات التي لا تحمل دلاله في حد ذاتها. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول ارتفاع الترابيزه 60 سنتي، انا كده قلت داتا ولا قلت انفورميشن؟ انا قلت داتا. طيب الداتا دي ملهاش دلاله، ما بتقوليش معلومه. طب هل ال 60 سنتي ده كده اكتر ولا اقل من المطلوب؟ هل ال 60 سنتي دي بتمثل بالنسبه لي ايه؟ هي لا تمثل بالنسبه لي اي داتا. طيب لما اخد ال 60 سنتي دي واقارنها بالمخطط واعرف ان اللي كان مخطط 55 وهي طلعت 60، يبقى اذا المعلومه اللي بقت موجوده عندي ان اللي اتنفذ اكبر من المخطط ب 5 سنتي وعندي 5 سنتي زياده. اذا هنا دي هي الورك بيرفورمانس انفورميشن. طيب الورك بيرفورمانس ريبورتس انك تبتدي تجمع الكلام ده كله في هيئه جداول، في هيئه اي شكل ريبريزنتيشن فيزيكال، تبتدي تحطه قدامك كده، يبقى ده قدامك الورك بيرفورمانس ريبورت. على سبيل المثال حضرتك كنت بتصنع 100 ترابيزه وقست ارتفاعهم عن الارض وبدات تسجل القياسات وبدات تعمل الكلام ده في تيبل وتحط الفرق وتقول انت عندك كام ترابيزه غير مطابقه، طولها غير مطابق للمواصفات، انت هنا عملت ريبورت تمام. لحد ان الترابيزه دي اعلى او اقل لوحدها كده، او المعلومه دي كده لوحدها، انت كده عندك انفورميشن. الترابيزه دي 60 سنتي داتا، 60 سنتي دي اكتر من المخطط ب 5 سنتي انفورميشن. جمعت بقى داتا بتاعت كل الترابيزات وبدات احطها في شكل تيبل او وات ايفر الشكل اللي هحطه، يبقى كده انا عندي ايه؟ ريبورت. خلاص؟ لما نيجي نبص كمان على الورك فلو بتاع الانفورميشن او الفلو بتاع الانفورميشن او الداتا في المشروع، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بيتنفذ الشغل اللي هو البروجكت اكسكيوشن. لما الشغل اتنفذ اللي هو بيريبريزنت بالنسبه لي ايه؟ بيريبريزنت بالنسبه لي الترابيزه اللي اتصنعت. الترابيزه اللي اتصنعت دي هي البروجكت اكسكيوشن. انا عملت ميجر للترابيزه بعد ما اتصنعت، بقى عندي ايه؟ بقى عندي ورك بيرفورمانس داتا. بدات امارس على الداتا دي نوع من انواع المونيتور اند كنترول عشان اطلع الـ 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 النتائج او اقدر اعرف الوضع. كده انا حصلت على ايه؟ على ورك بيرفورمانس انفورميشن. اخد بقى الورك بيرفورمانس انفورميشن للبروجكت كله اللي هو الاوفر اول بروجكت كنترول، يبقى انا كده طلعت بايه؟ بالورك بيرفورمانس ريبورتس. اخد الورك بيرفورمانس ريبورت دي بقى وابتدي اوزعها واوديها للجهات وللاماكن اللي محتاجاها. على سبيل المثال اوديها للبروجكت كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن يا جماعه مش هو الاتصال التليفونات بس، لا ده ايميلات وتقارير وكل حاجه. البروجكت مانجمنت بلان، عشان البروجكت مانجمنت بلان تبتدي تحط الكلام ده في الاعتبار وتعمل التعديل اللازم اللي يخليني احصل على الريزلت اللي انا عايزها. وكمان ادخل الداتا دي على التشينج ريكوست عشان لو انا محتاج تشينج معين فمنظومه التشينج هي كمان تبتدي تتحرك وتشتغل وتصب معايا في البروجكت مانجمنت بلان اللي بترجع تصب في الاكسكيوشن تاني. يعني انا لما قست دلوقتي 5 ترابيزات وطلعوا اكتر ب 5 سنتي، فانا محتاج اعمل تشينج في البلان ان المكنه اللي كنت حاططها او المعايير المعايره سوري اللي كنت عاملها للمكن ما كانتش مظبوطه، فهغير المعايره في البروجكت مانجمنت بلان اللي هتاثر على البروجكت اكسكيوشن اللي هيبتدي ياثر لي على الترابيزه اللي هتطلع لي، هيبتدي ياثر لي يخليها لي مظبوطه بقى تمام. وطبعا هنا في البروجكت كوميونيكيشن بتدي للتيم ممبر وتدي للستيك هولدرز وهكذا. الستيك هولدرز دول هنعرفهم قدام ان شاء الله ما تقلقوش يعني. طيب نكمل. تيلرنج يا جماعه هو التيلرنج اصلا معروف ان هو مع تظبيط والتخييط والدنيا دي كلها.
فكره ان انت تعيف او بالبلدي بالمصري كده بنقول تعيف او تكستم حاجه على حاجه. طيب ايه القصه؟ القصه ان احنا دلوقتي هندرس بي ام بي. الدراسه عمري ما هتلاقيني بقول لك احفر اساسات، عمري ما هتلاقيني بقول لك اكتب كود، عمري ما هتلاقيني بقول لك ادهن، عمري ما هتلاقيني بقول لك على اي اكتيفيتي ريليتد باي اندستري ايا كان. اللي انا بديه لك هو جنرال نوليدج خاص بكل حاجه واي حاجه ومش خاص بحاجه بعينها. يعني ينفع يستخدم في اي شيء. طيب فهل بقى اللي انا بديه لك ده صالح بنسبه 100% لكل حاجه؟ لا طبعا مش صالح بنسبه 100% لكل حاجه. حضرتك هتحتاج تاخد الكلام ده وتبتدي تعمله زي كاستمايزيشن عشان تخليه يفت ويناسب البروجكت بتاعك. انت النهارده عندك 49 بروسس، مين قال لك انك ممكن تكون محتاجهم كلهم في البروجكت بتاعك؟ انت ممكن محتاج 40، محتاج 42، محتاج 38. مين اللي قال ان هو لازم اخدهم هو القران انفذه؟ لا، حضرتك بتتعلم العلم وبعدين بتروح تابلاي از بير الوضع اللي عندك. طيب ايه بقى اللي يقول ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش والدنيا دي كلها؟ في طبعا احنا بنعتمد على ميثودولوجي، يعني الموضوع ما بيبقاش يعني فري كده كل بروجكت مانجر مع نفسه. لا، الموضوع بيبقى ليه اسس برضه. فنيجي على سبيل المثال نقول مثلا ان مشروع بناء قواعد البيانات اي بي ام او مايكروسوفت او الشركات الكبيره جدا في مجال الداتابيز راحت عامله ميثودولوجي وراحت واخده ال 49 بروسس دي وعملت ميثودولوجي جديده كده ب 42 بروسس بتناسب مشاريع قواعد البيانات. او الاتحاد العام اللي مش عارف ايه على مستوى العالم مسك المجال الفلاني وبدا يعمل له ميثودولوجي. الميثودولوجي يا جماعه منهجيه او طريقه او حاجه متعارف عليها within الايه الحاجة دي. يعني انا بنقول دلوقتي الميثودولوجي اللي احنا هننفذ بيها المشروع، فهتقول لي والله احنا بناخد البروسس رقم كذا ثم رقم كذا ثم رقم كذا وما بنعملش كذا وما بنعملش كذا. انت كده كونت الميثودولوجي، تمام؟ طيب الميثودولوجي دي بنجيبها منين بقى؟ في اكتر من حاجة. developed by experts within the organization. لو انا عندي خبراء في بتاعتي مثلا، لو شركة اعمار، لو شركة من الشركات الكبيرة بتبتدي تعمل their own ميثودولوجي، او الاكسبرتس اللي هو الشركه يعملوا الاون ميثودولوجي بتاعت الشركه. خلاص، بيرشست فروم فيندرز، بيرشست فروم ايه؟ فيندرز. ان انا مثلا اي بي ام تقول لي مشاريع الداتابيز بتاعتي اللي هي بتاعت الدي بي 2 اللي انا بعملها بتتبع فيها الميثودولوجي، احنا عامله ميثودولوجي خاصه بالقصه. يبقى انا بجيبها من الفيندر. اوبتيند فروم بروفيشنال اسوشيشن، النقابة المهندسين مثلا عاملة ميثودولوجي خاصة بإدارة المشروعات within دولة الفلانية، فأنا بجيبها أخدها أشتغل بيها. acquired from government agencies، أو وزارة الإسكان عاملة ميثودولوجي تنفذ بيها المشاريع، أو جايبها من وزارة الإسكان وهكذا. فكرة التيلرينج هي أنك بتكستم البروسيسز وإدارة المشروعات والحاجات اللي احنا هناخدها دي كلها على المشروع بتاع حضرتك. كمان عندي البيزنس دوكيمنتس، البيزنس دوكيمنتس within المشروع دي حاجة مهمة جدا. عندي two important business documents اللي هم البيزنس كيس والبيزنس بنفيتس مانجمنت بلان، سوري البروجكت، البروجكت بيزنس كيس والبروجكت بنفيتس مانجمنت بلان. البيزنس كيس يا جماعة هي الدراسة اللي اتعملت في الأول اللي بناء عليها اتقال احنا عايزين المشروع. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول والله فاكرين الاكزامبل اللي ضربته من شويه لما قلت والله حد بيعاني من ان المبيعات عنده في الشركه مش كويسه او مش زي المطلوب، فجاب مكتب استشاري عشان يبتدي يعمل له اناليسس ويطلع له بحلول. فالمكتب لما عمل الاناليسس قال له انت محتاج تعمل كذا وكذا وكذا. هي دي البيزنس كيس، هي دي الدراسه. طريق ما نسبه الحوادث عليه عاليه، فالجهه المسؤوله قررت ان هي تحل المشكله دي، فجابت ناس خبراء في الطرق يدرسوا اسباب الحوادث ويبتدوا يدوا ريكومنديشن في الاخر ايه الحاجات اللي المطلوب تتعمل عشان نحل المشكله. فالبيزنس كيس هي الدراسه اللي اتعملت دي اللي هتقول في النهايه ان مثلا الكيرفيتشر بتاعت الطريق عاليه قوي نقللها، او مش هنعرف نقللها عشان ده في جبل فاحنا هنبتدي نعمل مطبات، او مش هنقدر نعمل مطبات لان ممكن تعرض الناس لحوادث هنبتدي نعمل مرايات او ايا كان. بقى في النهايه انا عندي مشكله، جبت حد يدرس يعمل دراسه يتقدم لي حلول، الحلول دي هتبقى مشروعات، دي اسمها ايه؟ بزنس كيس. طيب
Project Benefits Management Plan هي خطة إدارة الفوائد أو المنافع اللي جاية للمشروع. أي مشروع بيتعمل بيبقى هدفه زي ما قلنا من شوية إن هو يكريت بزنس فاليو. والبزنس فاليو دي زي ما إحنا قلنا ممكن تبقى saving people lives، دي بزنس فاليو، إن أنا النهاردة أنقذ حياة الناس أو إن أنا أقلل عدد الوفيات اللي بتحصل من الحوادث، دي بزنس فاليو. ان انا ارفع وعي الناس، دي بزنس فاليو. كل دي بتبقى بنفيتس، كل دي يا جماعه بتبقى بنفيتس كده صغيره. طيب انا عشان الناس بتوع اداره المشروعات دول لقوا ان احيانا ايه اللي بيحصل، البيزنس كيس تبقى عايزه تحقق حاجه او عايزه توصل لحاجه او في بزنس فاليو معينه موجوده، فيبتدي المشروع يتعمل، مدير المشروع انا اسف بيبتدي يحط حاجه كده زي اللي بيحطوها انا اسف يعني للحيوان وهو ماشي بالسقية، ملوش دعوة بحاجة، هو بينفذ حاجات معينة أو بينفذ الخطوات أو الستبس وخلاص دون الالتفات ودون الاهتمام بإيه هي البينيفيتس اللي أصلاً المشروع ده معمول عشانها. فبقت هنا أو ظهرت الحاجة إلى أن يكون عندي حاجة اسمها بينيفيتس مانجمنت بلان، وهي خطة إدارة المنافع أو الفوائد، وهدفها الأساسي هو ان هي تقول ازاي المنافع اللي مخطط ليها او الحاجات المفروض تدرك من المشروع دي هتدرك، ويتم الاطمئنان كل شوية انها موجودة وانها هتتحقق وانها بتحصل. تمام؟ فدي من الحاجات المهمة جدا واللي تم استحداثها اخيرا، واللي يعني في اهتمام بيها الفترة دي. وكان الدكتور أمجد اللي هو في جامعة في بريطانيا كان اتكلم عن الموضوع دوت، وهو أحد المهتمين بالقصة بتاعت البنفيتس مانجمنت بلان، ممكن تبقوا تتابعوه. هو من الناس الأقوياء جدا في مجال إدارة المشروعات وكلنا بنتعلم منه، فهو من الناس اللي اتكلم في الحتة دي بشكل كويس جدا وكان مهتم بيها جدا، اللي هي البنفيتس مانجمنت بلان. كمان عندنا البروجكت تشارتر وهي وثيقه بدء المشروع، ودي من اهم الوثائق في المشروع. وعندنا البروجكت مانجمنت بلان اللي هي خطه اداره المشروع. طبعا انا عايز اوريك هنا هي موقع الحاجات دي فين، موقع كل دوكيمنت من الدوكيمنتس دي فين. لو تفتكر ان احنا اللي شفناه من شويه كانت البروجكت لايف سايكل، شفناه مش فاكر بدء من هنا، واخدين بالكم؟ واخدين بالكم كانت بادئه منين؟ كانت بادئه من هنا، بنبدا من هنا starting the project, organizing and preparing, carrying out the work, completing the project. طيب بقى في اصلا pre project work قبل ما المشروع يبدا، اللي هو عباره عن ايه؟ needs assessment اللي هو تحليل الاحتياجات، اللي هو على سبيل المثال ارتفاع نسبه الحوادث، او needs هنا ان احنا نخفض نسبه الحوادث على الطريق او نرفع المبيعات او ايا كان. يبتدي تتعمل الدراسة، يبقى عندي بيزنس كيس، بيزنس كيس دي تكون بتطلع لي برضو من ضمن الحاجات البينيفيتس، اقوم انا عامل البينيفيتس مانجمنت بلان، كل ده يصب معايا اروح عامل البروجكت شارتر، بعد ما البروجكت شارتر ادخل على البروجكت مانجمنت بلان، كاتب لك على الحاجات دي جينيريك فيس ومش حاطط دي معاهم، لان دي بري بروجكت ورك مش بتبقى موجوده بنفس الشكل او بنفس الطريقه، مش شرط تكون موجوده في كل المشروع. تمام؟ فده مهم جدا عندنا. عندنا كمان حاجة اسمها البروجكت سكسس، مهم قوي انك تبقى مهتم بنجاح المشروع، مهم قوي انك تبقى حاطط معايير لقياس نجاح المشروع. وبالتالي في ثلاث أسئلة مهمين جدا لازم تسألهم حضرتك. ايه هما؟ اول حاجة what does success look like for this project، يعني شكل نجاح المشروع ده، المشروع ده لما ينجح يبقى شكله ازاي، يبقى عامل ايه. تمام؟ How will success be measured؟ فاكرين لما قلت لكم ان ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته، بالتالي لا يمكن تحسينه، ده نفس الفكره. How will success be measured؟ تمام؟ حاجه الثالثه What factors may impact success؟ ايه الحاجات بقى اللي ممكن تؤثر على النجاح، على اساس ان الحاجات اللي تزود النجاح ابتدي انا اعليها، والحاجات اللي تبقى ضد النجاح او ممكن تقلل النجاح ابتدي اتغلب عليها. مهم جدا انك تلتفت للبروجكت سكسس ميجرز. طيب لحد كده يا جماعه احنا هنقف النهارده في المحاضره بتاعتنا لحد الجزء ده، ولان الجزء ده جزء بقى تاني كبير محتاج وقت تاني، ان شاء الله هنكمله المحاضره اللي جايه. انا دلوقتي هفتح باب الاسئله وهكون معاكم فيما يخص اسئله عن الموضوع،
يا ريت يعني نقدر نخلصهم في وقت قليل باذن الله، ونقدر نرد على الاسئله. طبعا عارف ان عدد كبير جدا ومستحيل هقدر ارد على كل اسئله الناس، بس انا برضو معاكم. و اتفضلوا، انا يعني انا طبعا مش هقدر افتح المايك، تمام؟ عشان لو فتحت المايك هيبقى الموضوع صعب جدا. فحضراتكم اكتبوا الاسئله في الشات وانا هجاوب عليها. شكرا ليك باشمهندس مصطفى، وشكرا باشمهندس ياسر، شكرا ليكم يا جماعه، شكرا مهندس الفاروق. في حد بيسال في سؤال اهو، وات از ديفرنس بتوين بروسس جروبس اند نولج اريا؟ انا لسه شارح يا باشمهندس ان ده برسبكتيف وده برسبكتيف تاني. انت هنا بتبص من ناحيه تقسيم ال 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 ناحيه تقسيم البروسيسز اللي عندك كجروبس، ك initiation اللي هو البدء، بعدين planning، بعدين executing، وبعدين monitor and control، وبعدين closing وهكذا. الناحية التانية انت بتمسك بقى العمليات الخاصة بالريسك تدرسها، تمسك العمليات الخاصة بالschedule تدرسها وهكذا. طيب يعني انا بحاول الاحق على الاسئلة. شكرا لكل اللي بيشكرنا يا جماعة، جزاكم الله جميعا خيرا، ويعني دعواتكم دي في ميزان، يا رب يجعل لنا نصيبنا في ميزان حسناتنا باذن الله. شكرا مهندس هاني، شكرا مهندس ايمن. Thank you for this course. Can you please re-explain the question of how success can be measured؟ طيب هو انا مش بقول لك دلوقتي او حد تقريبا نشيده، اوكي، مش بقول ازاي فعليا بنقيس السكسس، بس انا بقول لك خلي عندك انتباه لنقطه قياس نجاح المشروع. يعني مهم قوي انك وانت شغال وانت بتدير المشروع تبقى مهتم ازاي المشروع ده. يعني انا مثلا حد جه قال لي عايزك تبني كوبري هنا، فانا محتاج اقول له هو الكوبري ده يبقى ناجح امتى؟ قال لي والله لما ما يبقاش في حوادث، لما الزحمه تقل، لما كذا لما كذا لما كذا. انا كده عرفت شكل نجاح المشروع ايه. طب نقيس نجاح المشروع ده ازاي؟ والله هنبتدي نقول والله نسبه الحوادث كانت في السنه مثلا 200 حادثه، لو قدرنا نقللها لخمس حوادث او 10 حوادث يبقى احنا كده ناجحين. مش عارف الزحمه كان الناس بتوصل من الحته الفلانيه للحته الفلانيه في وقت قد كده، لا دلوقتي لو هيوصلوا في وقت قد كده يبقى احنا كده ناجحين وهكذا. طيب في حد بيسأل نقدر نخلص المنهج مذاكرة في قد ايه ولازم نقرا الكتاب كله؟ بص، لازم تقرا الكتاب كله، تقدر تخلص المنهج في قد ايه. طبعا ده بيختلف من شخص لشخص، وحسب برضه يعني الناس الانجليش بتاعهم تعبان هيواجهوا صعوبة بصراحة وبياخدوا وقت اكتر. الناس الانجليش بتاعهم معقول او كويس بيبقى الموضوع بالنسبة لهم بياخدش وقت كتير. لازم تقرا الكتاب كله، الوقت الطبيعي اللي احنا كنا دايما بنقول للناس بعد كل كورس ان هو محتاج 3 شهور عشان يدخل الامتحان، بس بما ان احنا في ظروف استثنائية والأمر الواقع بتاعنا دلوقتي إن يعني هو ممكن يجوا على فكرة في شهر 12 أو في شهر 9 أو في شهر 10 ويقولوا أجلنا انتهاء الامتحان على الإصدار السادس لشهر 3، فتلاقي الدنيا فتحت معاك، فأنت اشتغل وسع وابدأ وربنا يسهل بإذن الله. بس الفترة الطبيعية قد إيه؟ 3 شهور. عشان كده أنا قلت لك ما تستناش أما نخلص الكورس عشان تذاكر، ذاكر امبارح، تمام؟ طيب شكرا باشمهندس باسم، شكرا باشمهندس احمد حلاوه، شكرا باشمهندس محمد عبد العزيز. طيب في نشيده بتقول I didn't understand ما يمكن قياسه. انا قلت ما لا يمكن قياسه. انا طبعا ما اعرفش النشيده ذكر او انثى، بس يعني الظن ان هو انثى ان شاء الله. فما لا يمكن قياسه يا استاذه نشيده او يا مهندسه نشيده، ان الحاجه اللي انا ما اقدرش اقيسها مش هقدر اقدرها. يعني انا النهارده لو ما اقدرش اقيس درجه الحراره مش هعرف اتحكم في درجه الحراره، لو ما اقدرش اقيس شده الاضاءه ما اعرفش اتحكم في شده الاضاءه. اذا ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته، وبالتالي لا يمكن تحسينه. طيب مهندس غيدي، شكرا ليك. مهندس احمد حسام، طريقه المذاكره متابعه من اي مصادر؟ افضل طريقه مذاكره ان حضرتك بعد ما تاخد المحاضره معايا تروح تقرا البرزنتيشن وبعدين تقرا الجزء ده في الكتاب، ده افضل طريقه المذاكره. بعد شويه هيبقى عندنا كويز، تحل الكويز. بعد شويه كمان هقول لك ابتدي دور على اسئله الجزء دوت على الانترنت وهات اسئله وحاول تجاوبها وشوف ايه الاسئله اللي انت اخطات فيها، دي هتبقى مواطن الضعف عندك، ابتدي ارجع اقراها مره ثانيه.
شكرا مهندس فاروق نبيل. مهندس فاروق نبيه. شكرا مهندس بشر سليمان. شكرا مهندسة داليا. شكرا مهندس هاني. مهندس هاني عاوز توضيح الايتريتيف والانكريمنتال. طيب احنا قلنا يا جماعة ان الايتريتيف لما كنا بنضرب الاكزامبل على التمثال اللي هنقوم بنحته، ان انا بعمل التمثال بس مش بشكل ديتيلد، انا باخد شكل العام للتمثال وبعدين اروح اوريه للستيك للسبونسر واخد الفيدباك بتاعه واخد منه ريكويرمنتس جديده واروح اعملها ويبتدي يظهر شكل التمثال اكتر شويه وبعدين اوديه له وهكذا. الانكريمنتال ان انا بمسك اجزاء معينه، يعني ببني التمثال او بوصل للشكل العام للتمثال بس بشكل تدريجي، باخد البادي او الحته اللي في النص وبعدين ببتدي اعمل لها رجلين وبعدين اعمل الرجل الثانيه وبعدين اعمل الرجل الايد الاولى والايد الثانيه والراس وهكذا. فكل شوية ببتدي أزود جزء ما كنتش اشتغلت فيه قبل كده، مش جزء اشتغلت فيه قبل كده وببتدي أحسنه. ده الفرق ما بين الإيتريتيف والإنكريمنتال، وطبعاً الأدابتيف بيبقى ميكس ما بين الاثنين. محاضرة النهاردة بتغطي لغاية فين؟ بتغطي أول يونت تقريباً يا باشمهندس. هقول لكم برضو يعني هشوفها بس كده في البنبوك بالظبط صفحة كام عشان أقول لك تذاكر. مهندس محمد عبد العزيز يا ريت بس المهندس احمد سمير ان شاء الله يفكرني بالجزئيه دي. سامح مهندس سامح طلب من المحاضره نظريه قوي ونفقد معها التركيز كثير بالرغم من بدء المحاضره رفع الماده العلميه المحاضره لتوعيتها والمتابعه مع حضرتك تمام يا فندم. ان شاء الله من المحاضره الجايه يعني انت هتاخد المره دي الماتيريال دي بتكفر المحاضره بتاعت المره دي والمحاضره الجايه، فانت هتلاقيها متغطيه معاك وان شاء الله نحافظ على كده باستمرار ان احنا ننزل الماتيريال قبل المحاضره باذن الله. شكرا مهندس نشيد. ما الافضل دخوله بالعربي والانجليزي ولا في عربي؟ بص يا فندم، هو موضوع العربي هو بيكون لغه مساعده او بتكون وسيله مساعده بالاضافه للانجليش. في النهايه لا انصح بان الاعتماد يكون على العربي 100%، لان دايما العربي بيساعدك بس تفهم حته مش فاهمها في السؤال الانجليش، لكن في الامتحان اللغه او السؤال يبقى ستاندرد وتقدر ان حضرتك تبني او تفكر فيه او تبني اجابتك على السؤال الانجليزي. العربي يساعدك بس في فهم حاجه مش فاهمها او تقرا بالانجليزي وبعدين اختلط عليك المعنى فبتحاول تشوف العربي عشان في النهايه تكمل الاثنين ببعض. اقترح يتم تجميع الاسئله ويتم طرح الاجابات على الجروب. ماشي، ممكن المهندس احمد او الفريق المساعد يقوم بالموضوع ده ان شاء الله. هي النقاط اللي بضعها وعلى اساسها بقيس اي مشروع لقياس مستوى نجاحه. مفيش نقاط محدده اكتر من ان البروجكت يحقق الاوبجكتيفز والبنفيتس بتاعته. المهندسه نشيده، طيب الحمد لله طلعت يعني بتكلم صح ما غلطتش. رجعت تنزيل الماده النظريه حتى نطبعها ونتابعها، طبعا هيحصل. هي النقاط اللي بضعها على اساسها وبقيس. ماشي يا باشمهندس، هو زي ما قلت لك مفيش حاجه محدده اكتر من ان حضرتك يعني تحقق البروجكت اوبجكتيفز اللي موجوده في الاول وتريلايز البيزنس فاليو او البنفيتس اللي حضرتك من الاول عامل المشروع عشانها. شكرا مهندس نشيده. ثانك يو انجي محمد العزبي. شكرا ليك يا باشمهندس محمد. ممكن تاني المحاضرات ان شاء الله جزء من اداره. هل السوات السوات احد السيتويشنال اناليسيز يا جماعه، احد ادوات التحليل، ومش يعني هي احد ادوات التحليل. في ادوات تحليل كتيره جدا. السوات اناليسيز اللي ما يعرفهاش هي اختصار للسترينسز ويكنسز اوبورتونيتيز ثريتس، وهي مواطن القوه مواطن الضعف والفرص والمعوقات. ده نوع من انواع التحليل السيتويشنال اناليسيز، تحليل الموقف بتعمله لنفسك لشركتك للقسم جوه الشركه عشان تقدر تعرف ايه الفرص والحاجات اللي تقدر يعني هناخده ما تقلقوش، يعني مش عايزين ندخل بس ان ديتيلز ونضيع الوقت دلوقتي. طيب هل لو في تلخيص للكتاب يكون افضل ولا لازم الكتاب؟ مفيش حاجه اسمها تلخيص للكتاب، وبعدين لو في تلخيص للكتاب هيكون هو البرزنتيشنز اللي انت شايفها قدام. طيب ان شاء الله يا ريت ترفع لنا حضرتك البرزنتيشن اللي يطلع، ممكن تكون قبل ان شاء الله هيحصل. المهندس محمد عبد العزيز بص على الكتاب على ما اظن وبيقول ان بيج 35 ده اللي احنا وصلنا لها، يعني انا برضو مش متاكد، هتاكد واكد لكم ان شاء الله. مهندس سامح شكرا يا باشمهندس. مهندسه منار شكرا. مهندس محمد العزبي شكرا. مهندس وسام او مهندسه وسام برضو الاسم ده يعني ممكن يمشي كده وكده. طيب مهندس محمد ثانكس سلوت. طيب في اي حاجه ثانيه كده؟ جاوبت كل حاجه يا جماعه. في اي اسئله ثاني؟ شكرا ليكم مهندس اشرف.
انا دلوقتي ما شاء الله بجاوب السؤال اللي بيتسأل في لحظتها او بعلق على الكومنت في لحظتها وما عنديش ديلي. شكرا مهندس خالد. مهندسة سلمى محتاجة توضيح للتيلرينج. طيب بصي، التيلرينج زي ما قلت لك كاستمايزيشن. انت النهارده عندك ستاندرد، بالمناسبه البينبوك يا جماعه او اللي موجود في البينبوك ده اسمه ستاندرد او معيار او حاجه يعني معياريه اقدر ان انا اخدها اكستمها على شغلي. انا جيت مثلا في شغلي ولقيت ان 49 بروسيس دول اللي انا هدرسهم دول انا شغلي مش محتاجهم، فبدات اشيل دي واحط دي، وبدل ما دي بتتعمل قبل دي رحت عامل دي بعد دي، ورحت مطلع ميثودولوجي جديده قلت والله دي افضل ميثودولوجي احنا ممكن نشتغل بيها في النوع ده من المشروعات. وبالتالي التيلورينج لو انت يا باشمهندسه سلمى مصريه هو مرادف تقريبا لكلمه التأييف. عارفه لما تمسكي كده عندك بلوزه واسعه وتأيفيها عليكي، هو بالظبط كده كانك انت مسكت البلوزه الواسعه دي وأيفتيها عليك، هو ده التيلورينج. المهندس مينا ظريف بيسأل الكورس كبير بصراحة بطريقة أبسطها في المذاكرة. بص يا باشمهندس، هو أنا قلت لكم في الأول إن الكورس كبير وإن الموضوع مش نزهة وإن إحنا طالعين رحلة كده جبلية كده وهنقعد مع بعض فترة حلوة. أفضل حاجة أنصحك بيها ما تفوتش ولا محاضرة. خليني بقولها أهو، أنت ممكن تاخد الشهادة بتاعت الحضور لو فوتت محاضرات، بس انت لو فوتت محاضرات هتيجي بعدها هتقع مني، هتلاقي نفسك بتسال في حاجات كتيره جدا زمايلك فاهمينها وانت لا. فاول نصيحه انصحك بيها، اوعى تفوت اي محاضره، اوعى تفوت اي محاضره ليك. حتى لو ما حضرتش شوف التسجيل بسرعه قبل ما تدخل المحاضره اللي بعدها، ده مهم جدا. تاني حاجه، المذاكره بعد المحاضره بيوم او يومين بالكتير، وتقعد تشتغل وتطلع باسئله وتحط على الجروب باذن الله على قد ما اقدر. طبعا يعني العدد كبير ولازم نبقى كلنا واقعيين شويه يا جماعه، العدد كبير جدا، فلو 100 ولا 200 سالوا فما اعتقدش ان اقدر اعمل كل ده، بس انا as much as I can انا ان شاء الله هقدر اجاوب. يعني اللي اقدر اجاوب عليها اجاوب على باذن الله. فاعرف وقابلك مشاكل، وخلي مشاكل تقابلك وانت معايا وبتدرس احسن ما تقابلك بعد انا ما اخلص. ممكن ما تعرفش توصل لي، ممكن مش عشان انا مش هرد عليك، بس ممكن اكون مشغول، انا ممكن يكون عندي حاجات كتير، انت ممكن ما تحظاش بنفس الفرصه. فتابع معانا يا استاذ. المهندسه منار، هل في نماذج الاسئله الموجوده بالكوزات او الامتحان الاساسي كده دي؟ انا الاسئله الموجوده بالكوزات يعني مش فاهم، يعني انت عايزه حاجه زي الكوزات؟ طب نشوف الكويزس الاول. على فكره الانترنت مليان اسئله، واي حد هيبتدي يشتغل او حد هيبتدي يعمل سيرش هيوصل لحاجات كتيره جدا. الفكره بس كلها انا بركز معاك وارجوك اهتم قوي بانك تطلع من المحاضره فاهم على الاقل من 85 ل 90%، والباقي هيجي مع المذاكره. الفهم انت بتقطع شوط كبير جدا في انك برضو، عشان نبقى فاهمين من دلوقتي، مش معنى ان انت فاهم ولو حتى 95% انك هتتحط قدامك الاسئله هتجاوب على معظمها، لا، الاسئله ليها تكنيك وليها خبره هنديها لكم ان شاء الله. بس خلينا مع بعض، وارجوك المطلوب منك دلوقتي تركز على الفهم الفهم الفهم، اوعى تغيب المحاضره. مختلف يا باشمهندس احمد، مختلف عن الاي ام بي، وهو مش كومون قوي ومش مشهور قوي، مش مطلوب قوي، ولكن تقريبا هنا في مصر بيبقوا الشركات المقاولات بتحتاج نوع ده من الشهادات عشان تاخد اللايسنس، لذلك بتعين احيانا مهندسين معاهم الشهاده دي وتامن عليهم شهر وتقول لهم شكرا. طبعا ده براكتس مش كويس ومش ايثيكال، وهنتعرض للجزء بتاع الايثكس في البروجكت مانجمنت ان شاء الله. حد عنده اسئله ثانيه؟ اترككم جميعا ونشوفكم نشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه يوم الثلاث. مفيش كويز المره دي عشان احنا ما خدناش حاجه لسه، نخلص الجزء بتاعنا ونبتدي نديكم كويز على الجزء ده، تاخدوه المره الجايه ان شاء الله. واشوفكم على خير، تحياتي.